سكند لو اوف ثيرمودينامكس. احنا شفنا الفيرست لو وعرفنا كويس جدا ان هو بيتعامل مع الدلتا اتش والدلتا اي والانتر يعني الانترنال انرجي والانثالبي، وعرفنا الفرق بينهم ايه والعلاقه بينهم، وعرفنا الفيرست لو هو القانون بقاء الطاقه، ويعني عرفنا الحاجات دي في الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. طب السكند لو ده بيناقش ايه او بيتكلم في ايه؟ السكند لو بقى يا شباب بيشوف هل التفاعل هيتم ولا مش هيتم. يعني وظيفه السكند لو حاجه اساسيه او حاجه محدده. انا لما اجي اعمل رياكشن يا جماعه انا مش بروح اعمل مش بجيب الاي والبي وافعلهم واتفاجئ انه ممكن يتفاعل او لا، لا مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. يعني كل التفاعلات اللي انت بتعملها في المعمل دي تفاعلات معموله قبل كده ومدروسه ومعروف ان هي تدي نتيجه. طب انا لو عايز اعمل تفاعل جديد من الاي والبي بطبق السكند لو اوف ثيرمودينامكس عليه علشان اعرف هو هيتم ولا مش هيتم نظري كده على الورق. يعني مفيش حد في الدنيا يا جماعه بيعمل تفاعل جديد على مستوى ابحاث او على مستوى اي حاجه وبيتفاجئ بالنتيجه، لا ده انت بتقعد على ورقه كده بتطبق السكند لو وبتعرف اذا كان التفاعل بتاعك هيتم ولا مش هيتم، ولو هيتم هيتم تلقائي ولا غير تلقائي. نخلي بالنا من التلقائيه دي. يبقى هدف السكند لو نكتب كده used to measure، بيستخدم في ايه علشان اقيس. used to measure السبونتينيتي of reaction. The spontaneity of reactions. يعني ايه spontaneity؟ يعني ايه تلقائية؟ تلقائية التفاعلات. يبقى بيستخدم لقياس تلقائية التفاعلات. طيب انا دلوقتي عشان اقيس حاجة انا كاتب used to measure، عشان اقيس التلقائية دي اللي spontaneity محتاج function، محتاج function كده زي الدلتا اتش او الدلتا اي تقيس لي السبونتينيتي وتقول لي هل هو سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس، هل هو تلقائي ولا غير تلقائي. طب ايه هي الفانكشنز دي؟ هل احنا شفناها قبل كده؟ لا، دي فانكشنز هنشوفها لاول مره. حاجه اسمها تو فانكشن، هم حاجه اسمها الدلتا اس وحاجه اسمها الدلتا جي. طب ايه هي الدلتا اس؟ دول اول مره نشوفهم طبعا، فهنتكلم عليهم بالتفصيل في السكند لو. الدلتا اس نكتب كده تحتيها هي اللي تشينج لانها دلتا، بس تشينج ان ايه بقى؟ تشينج ان انتروبي. الانتروبي دي يعني ايه؟ ده اكسبريشن معناه العشوائيه. الانتروبي دي معناها ايه؟ العشوائيه، وهنتكلم عليها ونشوف معناها ايه. طيب الدلتا جي دي برضو تشينج، بس في ايه بقى؟ نكتب كده تشينج ان الجبس فري انرجي، التغير في طاقه. جبس ده اسم عالم، جبس ده اسم عالم، فالرمز نسب لاسم العالم، لاول حرف من اسم العالم، فسموها الدلتا جي، يعني التغير في الطاقه الحره. طب يعني ايه التغير في الطاقه الحره بالبلدي على لحد ما نجي لها؟ الفري انرجي، فاكر لما قلت لك اول ما بتصحى من النوم في الفيرست لو بيبقى ليك ايه؟ كاحنا هنطبق بقى الثيرمودينامكس علينا، اول ما بتصحى من النوم بيبقى ليك حاجه اسمها دلتا اي انترنال انرجي. جيت الكليه بتعمل ورك، بتروح محاضره، بتروح توتوريال، بتروح بتعمل ورك في الكليه، يبقى طاقتك في الكليه اثناء عملك للورك ده اسمه ايه؟ دلتا اتش، صح ولا غلط؟ طيب لما انت في نهايه اليوم تروح البيت، هل بتروح خلصان؟ يعني هل بتروح خلاص ما فيش اي انرجي، ولا في طاقه صغيره انك تاكل، تذاكر شويه، تغير هدومك؟ الطاقه دي اسمها ايه اللي اتبقت؟ اسمها الفري انرجي. يبقى الفري انرجي هي ايه؟ هي الطاقه المتبقيه بعد بذل الشغل، الطاقه المتبقيه بعد بذل الشغل، وهنجي لها ونتكلم عليها بالتفصيل لما نيجي في الدلتا جي. خلينا اول حاجه في الايه، في الدلتا اس. يعني ايه انتروبي؟ نكتب كده دلتا اس ميجر راندومنس اوف رياكشن. ممكن بعد اذن اللي فتح المايك يقفل المايك. بيقيس ايه؟ عشوائيه التفاعل. يعني الراندومنس دي العشوائيه اللي هي معنى الانتروبي. لسه قايل لك الانتروبي دي يعني ايه؟ على عشوائيه.
لان دي حاجات مش هتلاقيها مترجمه في لا دي اكسبريشن لازم نعرف معناه. خلاص يبقى الدلتا اس هي تشينج انتروبي بتقيس عشوائيه التفاعل. من خلال العشوائيه بقى هقدر اعرف التفاعل هيتم ولا مش هيتم. طب ادينا مثال يا دكتور، نكتب كده اكزامبل عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا مفهوم اكتر بالنسبه لايه للمواد بتاعتنا. لما اقول لك في الستيت اوف ماترز حالات الماده اللي هي الجاز والليكويد، شكل طبعا المولكيولز بتقرب لبعض، الليكويد والسوليد بيبقى سترونج اتراكشن فورس في السوليد. ده اكزامبل اهو بالنسبه للستيت اوف ماترز دي. مين يا جماعه اكتر في العشوائيه؟ هتقول لي هعرف ازاي؟ هقول لك مين في دول بيتحرك بعشوائيه في كل حته. الجاز. الجاز طبعا، الجاز ده لما تحطه في اي حاجه بيتحرك بعشوائيه في كل حته، ملوش اي يعني ايه دايمنشن معين بيتحرك فيه او ملوش اي مكان، لا ده بيتحرك بعشوائيه. بينما الليكويد اقل منه، لو جيت حطيت شويه ميه في كوبايه هيعملوا عشوائيه في المكان ده بس، في كوبايه الميه يعني محدوده. لو جيت حطيت شويه سوليد في مكان معين برضه هيعملوا عشوائيه على قد المكان ده. هو واحد يقول لي طب هو السوليد بيتحرك؟ بيتحرك بس فايبريشن موشن، يعني ايه لما بيجي عشان اتراكشن فورس كبيره ما بيقدرش يتحرك قوي بس بيتحرك. فنقدر نقول ايه؟ ان الجاز اكتر من الليكويد والليكويد اكتر من السوليد. ان ايه المقارنه دي بالنسبه لايه؟ ها العشوائيه انتروبي. خلاص ان ايه اللي هي الاس. خلاص لحظه واحده يا شباب بس كده. تمام. يبقى دلوقتي في الاكزامبل ده وضح لنا الفرق بين الستيت اوف ماتر في حته الانتروبي العشوائيه. زي مثلا لما اقول بالبلدي كده يا جماعه ان انا جبت مكتبه، مثلا مكتبه فيها كتب، والمكتبه دي فيها كتب مترتبه A B C D على حسب الالفابيتيك، يعني حسب الترتيب بتاعها A B C D لحد Z، والمكتبه دي وقعت والكتب اتبهدلت على بعض، دي اسمها انتروبي عشوائيه. برضو الرياكشن بيبقى ليه حاجه اسمها عشوائيه، لما هو لما تفعل A مع B بتقوم حاجه عامله زي الخناقه كبيره جدا، الخناقه دي فيها عشوائيه كبيره. خلاص فيها بتولد عشوائيه. انا عن طريق الانتروبي دي ان انا بقيسها، وهنشوف بنقيسها ازاي كمان شويه، ان انا بعرف التفاعل تلقائي ولا غير تلقائي. ازاي؟ الاكزامبل الثاني هيفهمنا. اكزامبل ثاني بس ده هنرسم فيه، هنرسم فلاسكه كده كونكتد مع فلاسكه ثانيه. خلاص وفي في النص هنا فالف، في حاجز كده في النص، اتفقنا؟ طيب في النص الاولاني ده في جاز ايه، وفي النص الثاني ده في جاز هنسميه بي، جاز بي. انتوا اللي هتقولوا دلوقتي لو انا فتحت الفالف دي يا شباب ايه اللي هيحصل معايا؟ يعني جيت شلت الحاجز اللي في النص ده، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ هيتخلط بعض. ايوه لا بس مش ده اللي انا عايز اسمعه، انا عايز اسمع الانتروبي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد يا دكتور. ليه؟ عشان هنزود المساحه اللي هيتحرك فيها الجاز. ايوه جدع، هتبقى العشوائيه هتزيد، لان المكان اللي هيتحرك بدل ما هيتحرك في مكان محدد هيتحرك فين؟ كل الايه السيستم هتفرج معاك. يبقى هنا دكتور مش انا المايك حاجه من الدوشه يا دكتور، مش ميكس من الاي والبي في السيستم كله، مش هقول بقى هنا وهنا، هتبقى مره واحده هنا نكتبها ميكس من الاي والبي. الناس كده سامعه؟ ايوه تمام. حلو. طيب مين السيستم اللي اكتر في العشوائيه تفتكروا انتوا، اللي قبل السهم ولا اللي بعد السهم؟
اللي بعد لسه قايلين دلوقتي صح ولا غلط؟ ايوه. يبقى السيستم ده اهو نكتب هنا الاس بتاعته، مش بقى كل شويه نكتب انترو يعني نرمزها بالاس، وهنا السيستم ده بالنسبه للي قبل السهم اكبر منه في الانتروبي لان هنا حصل ميكس فبيتحرك في حيز اكبر، فالعشوائيه بتزيد بتاعه السيستم اللي بعد السهم، بينما اللي قبل السهم كل واحد بيتحرك في حيز معين فايه الانتروبي محدوده. طيب هسالكم سؤال تاني، لما انا شلت الحاجز اللي في النص ده هل الميكس ده حصل تلقائي ولا غير تلقائي؟ يعني لوحده ولا انت اثرت بمؤثر خارجي؟ تلقائي. دي يبقى نكتب كده على السهم اسبونتينيوس، نكتب على السهم ايه؟ اسبونتينيوس. طب لو انا قلت لكم عايز ارجع كل واحد في مكانه تاني، يعني الرياكشن رايح عكس الاتجاه، هل الكلام ده هيتم تلقائي ولا تحتاج تأثر بمؤثر خارجي عليهم علشان ترجع كل واحد مكانه تاني؟ مؤثر خارجي. ايوه، يبقى الكلام ده مش هيحصل تلقائي صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده، معنى كده ان على السهم عكس الاتجاه هكتب ايه؟ نون اسبونتينيوس. يعني ايه نون اسبونتينيوس؟ يعني غير تلقائي. ايوه بالظبط كده. يبقى انا دلوقتي حد من الاكزامبل ده يعرف يقول لي الستيت بتاع السكند لو، الستيت بتاع السكند لو ايه هو؟ لما اقول لك ستيت اجيب لك ام سي كيو، لو انت فهمت الاكزامبل ده معايا هتقول لي الستيت ايه هي. نقولها بالبلد وبعد كده نكتبها، ان اي تفاعل تلقائي لازم يكون مصاحب بزياده في الانتروبي. لازم التفاعلات التلقائيه يا شباب بيكون اللي بعد السهم لازم يكون ايه؟ الانتروبي بتاعته اعلى من اللي قبل السهم. اهو اكزامبل اهو. يبقى اي تفاعل تلقائي كل التفاعلات التلقائيه مصاحب ليها زياده في الانتروبي. تعال بقى نكتب الكلام ده، يبقى نكتب كده مع بعض every spontaneous reaction is accompanied by increase in entropy. ونكمل كده of universe، يعني كل تفاعل تلقائي مصاحب بزيادة في العشوائية، وهنهايلايت على كلمة اوف يونيفرس دي وهنعرفها كمان دقيقة بالظبط. تاني، كل تفاعل تلقائي نهايلايت على الحاجات المهمة. Every spontaneous reaction مصاحب بإيه؟ Increase in entropy of universe. حد عنده مشكلة؟ يبقى هدف القانون التاني إن هو بيحدد لي الـ spontaneity of reaction. وامتى اقول الرياكشن سبونتينيوس؟ لما يكون مصاحب ليه زياده في الانتروبي، يعني لازم يكون الجزء اللي بعد السهم الانتروبي بتاعته اعلى من اللي قبل السهم. معنى كده ايه؟ معنى كده يا شباب ان لما الدلتا اس، نكتب كده، لما الدلتا اس، الدلتا اس دي ايكوال ايه؟ اس برودكت ماينس اس ايه؟ رياكتنت، زي اي دلتا في الدنيا. لما تيجي تقول، طبعا انا مش هقول فاليوز، انا هقول كده بايه؟ بالاكبر والاصغر. لما تيجي تقول رقم كبير البرودكت اهو ناقص رقم صغير، يبقى النتيجه هتطلع بالايه؟ ها؟ بالبوزيتيف. ايوه بالظبط كده، بالبوزيتيف. طب تعالى ندي اكزامبلز علشان نفهم. اكزامبل تاني على الايه؟ السكند لو. لما اقول لك انا عندي سيستم، السيستم ده بحول فيه الليكويد لفيبر، يعني بحول من ليكويد لجاز. العمليه اللي قدامنا دي، العمليه دي spontaneous ولا non spontaneous؟ spontaneous. تعال نشوف، محدش يرد كده، لازم يقول لي تفصيلتها جت ازاي. هيقول لي هنحسب الدلتا اس بتاعت ايه؟ السيستم. حلو قوي. هنيجي نقول ايه؟ هنيجي نقول ان الاس هنا من غير ارقام، الاس هنا ده عندي ده فيبر وده ليكويد، ده لي اس وده لي اس، بس كلنا عارفين من المثال الاولاني ان الفيبر اعلى حاجه في الايه؟ في الاس، والليكويد تحتيه. يبقى الدلتا اس بتاعت السيستم كده بمجرد النظر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها؟ بوزيتيف. بالظبط كده. والدليل ان انا لو حطيت ميه في قدامي هنا او رميت شويه ميه على الارض، هاجي كمان شويه
هلاقيها ايه الارض نشفت، ده يدل على ان المايه اتبخرت، لان في ناس فاكره ان انا عشان ابخر مايه محتاجه اسخن فيقول لي التفاعل ده سبونتينيوس. لا طبعا، تبخير المايه بيحصل عند اي درجه حراره، يبقى سبونتينيوس ولا سبونتينيوس؟ يبقى سبونتينيوس، صح ولا غلط؟ طب تعال نشوف بقى لو واحد تاني عايز يعمل العكس، من فيبر عايز يحوله ليكويد، يعني بيعمل عمليه كوندنسيشن، ده سبونتينيوس ولا سبونتينيوس؟ تعال نشوف كده، الاس هنا كبيره والاس هنا صغيره، يبقى الدلتا بتاعت الدلتا اس ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف، ايوه بالنيجاتيف. لو جيت سالت نفسك اه طبعا ده انا عشان احول من فيبر لليكويد محتاج مكثف، يعني كوندنسر عشان يكثف لي الفيبر ده يحوله ليكويد ستيت تاني، صح ولا غلط؟ يبقى العمليه طالما اثرت بمؤثر خارجي يبقى هي نون سبونتينيوس. يبقى اي حاجه يا جماعه نون سبونتينيوس بيبقى محتاجه مؤثر خارجي، زي تمبريتشر محتاجه بريشر علشان تتم، خلاص. طب تعال نشوف بقى المفاجاه، المفاجاه هنا لو انا جيت سالتك قلت لك تحول الميه H2O ليكويد لتلج H2 ايس، طبعا تحول الميه لتلج الستيت هي اللي بتتغير، الميه بتفضل بنفس التركيب بتاعها H2O. مين جدع يقول لي الرياكشن ده او التحول ده اللي تشينج ده تلقائي ولا غير تلقائي؟ واحده واحده كده مع بعض. ها غير تلقائي. غير تلقائي اي جدع، برافو عليك. على حسب ما احنا اخدنا كل الناس هتقول لي غير تلقائي، بمعنى ايه؟ ان هنا الاس ده ليكويد يبقى الاس بتاعته كبيره، وهنا ايس يعني سوليد ماده صلبه، يبقى الاس بتاعتها اقل من الليكويد، يبقى هيقول لي ان الدلتا اس بتاعت السيستم ده سيستم، الدلتا اس دايما بنقول عليها سيستم بس ايه دايما ما بنكتبهاش، بس هتتعود قدامك كمان شويه ان هنكتبها على طول، دلتا اس سيستم يعني بتاعت المعادله او بتاعت السيستم ده، ارجع اكتبها تاني سيستم، دي بنسميها سيستم عشان هتسمعها كتير، يبقى الدلتا اس اكتب في ديلها كده كلمه سيستم. طيب هتيجي تقول لي هنا رقم صغير ناقص رقم كبير هيدي ايه؟ نيجاتيف. نعم مش احنا قلنا كده ان الووتر في حاله الايس بتبقى حجم اكبر؟ انا دلوقتي ما بدرس الفوليوم، انا بدرس فانكشن جديده اسمها السبونتينيتي، العشوائيه ملهاش علاقه بده، العشوائيه ملهاش علاقه بده. احنا زمان اخذنا الاكسبشن ده علشان كنا في كاليبرون ايكويشن كان في دلتا في وفي حاجات كنت محتاج فيها الفوليوم، انما هنا ببص للماده سوليد وليكويد بغض النظر عن الايه الاكسبشن بتاع الليكويد ستيت. هنا في اكسبشن برضو بس مش في الايه، مش في اللي انت بتقوله، الاكسبشن في حاجه تانية عايز اوصل لها دلوقتي مع بعض، عايزين نوصلها مع بعض. ايه هي؟ ان يا جماعه تفاعل، انت واحد يقول لي ده نون سبونتينيوس عشان محتاج احط الميه في الفريزر فاحتاج تتبرد، طب ايه رايكم ان تحول الميه لتلج سبونتينيوس مش محتاج مؤثر خارجي؟ طب واحد يقول لي ازاي يا دكتور؟ هقول لك هي في المانيا درجة الحرارة بتوصل كام؟ ندي اكزامبل نيجاتيف 5، السماء هناك بتمطر ايه؟ السماء اصلا المفروض السحاب يعني بتنزل مية، بس بيتحول لتلج علشان درجة الحرارة بتاعت السراوندينج او بتاعت البلد نيجاتيف 5، ايوه تحت الصفر. فلو انا بشرح الكلام ده، يعني لو انا بشرح الكلام ده لواحد من بره هيقول لي انت الكلام ده مش صح، هو عنده بيحصل سبونتينيوس، انت هنا عندك بيحصل نانو سبونتينيوس، يعني هو انت شايف نهر النيل على اساس انه ميه، هو شايف النهر عنده حته تلج فوق الميه، فهو بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له التحول ده سبونتينيوس، صح ولا غلط؟ يبقى اكتب كده نانو سبونتينيوس يعني نوت ان اول كيسز، يعني مش في كل الحالات التحول نانو سبونتينيوس، ده بيعتمد على ايه؟ على درجه حراره الوسط المحيط. فنفهم من كده بقى، اذا نرسم رسمه كده تانية في لصقتين، علشان نشوف ايه اللي حصل. نكتب هنا ده السيستم، الايكويشن اللي عندي او المعادله اللي عندي سيستم، والجزء اللي بره يا شباب ده كله اسمه ايه؟ سراوندينج، يعني الوسط المحيط بالسيستم، يعني انا لو بعمل تفاعل في المعمل انا اعتبر سراوندنج بالنسبه للسيستم، اي حاجه حوالين السيستم تعتبر سراوندنج.
ده اسمه ايه؟ نفس الكلام سراوندنج. يبقى يا جماعه السيستم اخذنا في شابتر 4 واخذنا كمان في الفيرست لو ان اي سيستم في الدنيا يا اما ايفولف هيت يا اما ايه؟ ابزورب هيت. طب سواء السيستم ايفولف هيت او ابزورب هيت بيأثر على مين يا شباب؟ بيأثر على السراوندنج المحيط حواليه، صح ولا غلط؟ على الوسط المحيط حواليه. فده يا جماعه عمل لي فانكشن جديده اسمها الدلتا اس توتال. يعني ايه توتال؟ لانك عندك حاجتين. الدلتا اس توتال دي بتساوي ايه؟ مجموع الاثنين، السيستم بلس الدلتا اس ايه؟ سراوندنج. عشان كده قلت لك اكتب سيستم، عشان بعد كده لازم نكتب هي سيستم ولا عشان عندك كذا دلتا اس، دلتا اس توتال وسيستم وسراوندنج. فانت لازم تكون كاتب لي في كل الحاجات اللي فوق دي سيستم بس. فعرفنا دلوقتي يا شباب وباكزامبل عملي وكلنا بنابروف عليه ان ايه، او كلنا بنتفق عليه ان هو صح، ان تحول الميه لتلج هنا غير تلقائي، انما في بلاد تانية تحول الميه لتلج بيبقى تلقائي جدا علشان السراوندنج بيأثر على الرياكشن. هنا السراوندنج درجه الحراره عمرها ما بتوصل بالنيجاتيف، دايما فوق الزيرو، فدايما ايه، عمر ما الميه تتحول لتلج تلقائي، لازم مؤثر خارجي. انما بره هنا ايه، هنا بقى الاعتراض، هنا الاختلاف عنده بيوصل لأقل من الزيرو، تحت الصفر، فتحول الميه لتلج عنده تلقائي. خلاص. فهنا يا جماعة فقال لك ايه، يبقى السراوندنج بيأثر معايا في الموضوع. يبقى انا عشان احسم الموضوع الدلتا اس توتال هي اللي بتحدد لي تلقائية التفاعل مش السيستم. زي ما انتم شايفين السيستم بيمشي في حاجات وحاجات تانية ما بيمشيش فيها، صح في حاجات وحاجات تانية لا. فعلشان كده قال لك ان مجموع السيستم والسراوندنج هو اللي بيحكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما الدلتا اس توتال تطلع بالبوزيتيف اكتب كده ده سبونتينيوس رياكشن، لما الدلتا اس توتال تطلع بالنيجاتيف ده اسمه نون سبونتينيوس رياكشن. لما الدلتا اس توتال طلعت معاك بصفر يبقى ده في حاله ايكوليبريم، حاله اتزان بين السيستم والسراوندنج. واروح مبروز كده علشان ده مهم جدا جدا جدا. اجي اقول لك لما الدلتا اس توتال ببوزيتيف سبونتينيوس ولا نون، لازم تكون عارف الكلام ده كويس جدا، ان بحكم من الدلتا اس توتال. علشان كده كتبت لك فوق يا جماعه وقلت لكم هنفسرها كمان شويه في الستيت، قلت لكم هنشوفها كمان شويه، اللي هي ايه، انكريز ان انتروبي اوف ايه، ها يونيفرس اس توتال. يبقى كلمة الـ increase entropy of universe لازم تلاقيها. اجيب لك MSQ اقول لك الـ second law، every spontaneous reaction is accompanied by increase in entropy of system، increase in entropy of surrounding، increase in entropy of universe. تختار ايه؟ ها؟ universe. عرفت السؤال بيجي في الحتة دي ازاي؟ لازم اليونيفيرس اللي هي الدلتا اس توتال، لان الاثنين بيأثروا على بعض. دايما السراوندنج يا جماعه بيأثر على بعض. انا لما اعمل تفاعل هنا في المعمل ما بيبقاش بنفس الكواليتي لو في نظير ليا بيعمل نفس التفاعل ده في امريكا او في المانيا او في نيوزيلندا، كل حاجه بتدي كواليتي ثانيه. ده هدف السكند لو، بيقول لنا ان الوسط المحيط بيأثر على الرياكشن بتاعك. اي اسئله دكتور؟ ما فضلك فضل. هو الانتروبي ده بيمثل ايه يعني، عشوائيه ايه؟ العشوائيه بتاعه التفاعل حرك. ما هو احنا دلوقتي لما تيجي بتعمل ايه وبي، مش دي عباره عن موليكولز؟ الموليكولز دي ليها حركه. طب لما الحركه بتاعه الموليكولز دي بتاعه الاي والبي، لما الاثنين يتفاعلوا ويدي سي ودي، هل الحركه هتبقى زي ما هي؟ عن طريق الانتروبي او عن طريق العشوائيه بتاعه الرياكشن بقدر اعرف الرياكشن ده سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس. زي ما قلنا فوق ان لما بتطلع طبعا احنا قلناها عن طريق السيستم، بس عرفنا بعد كده ان السراوندنج هو الايه، بيأثر على السيستم. يبقى الدلتا اس توتال هي اللي بتحكم معايا. يبقى انا بستخدم الفانكشن اللي اسمها الانتروبي دي في غرض معين اللي هو ايه، احدد بيه تلقائيه التفاعل. خلاص. زي مثلا واحد نازل من على جبل بعجله، وهو نازل هل هو محتاج يبذل مجهود؟ هل هو محتاج يبذل مجهود على العجل عشان ينزل، ولا هينزل لوحده؟ هينزل لوحده. هينزل لوحده، مش محتاج اي مؤثر خارجي. طب علشان يطلع بيكون محتاج مجهود. ايوه. وهو نازل، وهو نازل ايه اللي بيحصل؟ وهو نازل مين اكتر في الانتروبي، وهو نازل من الجبل ولا هو طالع الجبل؟
وهو نازل حركته بسرعه هيوصل تحت في 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 يعني هيوصل الارض تحت من الجبل من قمه الجبل فوق للارض هيوصل على طول صح. يبقى وهو نازل الانترو بتاعته بتزيد وهو طالع حركته بطيئه جدا بيقعد يعني ايه عم محتاج شغل كتير على العجله علشان يطلع لفوق الانترو بتاعته ايه بطيئه جدا. فهمت تمام يعني هي بتعبر عن حركه الجزيئات يعني بالظبط بتعبر عن الحركه اللي هي العشوائيه طبعا. ما هو احنا لو اتكلمنا قلنا ان هي حركه يبقى بتتكلم ان هي كانرجي اسمها كينيتيك انرجي احنا لا هي اسمها راندومنس بس هي ريليتد انا بحكم بالراندومنس ان هي عن طريق برضو الحركه كل ما اتحرك اكتر كل ما الراندومنس بتاعته زادت اكتر واكتر بالمقارنه بمين. ما انت عندك مقارنه انت عندك رياكتنت اديتك برودكت انت هتقارن ده بده عشان تشوف قلت ولا زادت خلاص. يبقى افتكر دايما كده وهنكررها تاني في المسائل في حده الكي ووردز بتاعتنا اللي هي بنحل بيها. هقول لك الرياكشن ده واحد نازل من الجبل بعجله ولا طالع هتقول لي اه ده نازل بسرعه عاليه جدا يبقى الانتروبي بتزيد يبقى تلقائي على طول دماغك تشتغل كده ربط الدنيا ببعض مش لسه هتقعد تفكر خلاص. دكتور معلش طب الدلتا اس بتاعت السوريندنج دي عباره عن ايه يعني بتتجاب ازاي او ليها علاقه بايه هنشوف دلوقتي هنشوف طيب. هنشوف لسه يعني السراوندنج ده الدلتا اس بتاعته وحساباتها والكلام ده هنشوف هتتحسب ازاي في لما نيجي نشوف الجزء الثاني دلوقتي يعني. اسف يا دكتور والله النت اتصل عندي دلوقتي يعني معلش تمام مش مشكله. هنشوف دلوقتي يا جماعه الفانكشن الثانيه اللي هي الدلتا جي الفانكشن الثانيه اللي هي ايه الدلتا جي ونشوف ازاي الدلتا جي برضو بتعين السبونتينيتي بتاعه الرياكشن السبونتينيتي اوف رياكشن ازاي. كمل كده شد خط بعد اذن حضرتك يا دكتور اهو ايوه حضرتك سامعني ايوه اتفضل. هو احنا ممكن بس ناخد 5 دقايق بريك نصلي العصر طب ماشي هو العصر لسه مقدم هو يعني ممتد معاك يعني ما فيهاش مشكله لما ندوس شويه في الدلتا جي يعني خد بريك قد ايه مثلا هعدي بريك 5 دقايق لا قصدي يعني البريك بعد قد ايه يعني نمشي شويه في الدلتا جي يعني برضو عشان يعني مش عايز في حبل افكار برضو انا يعني المعني بيه ان انا عايز الحم جزء الدلتا اس ده بحاجه عايز اقولها فعايز الحقها دلوقتي فاللي انت بتقوله ما في انا ما عنديش مشاكل فيه بس يعني عايز عشان سلسله الافكار ما تبص ما تتقطعش ما تجيش بعد البريك تخليني عيد تاني من الاول فانا حسابات غير حساب يعني ما عنديش مشكله في البريك ان تصلي ما فيش مشاكل كنا نصلي بس يعني ايه نبقى ناخد الحاجه اللي انا عايز شد خط كده ونكتب ايه الدلتا جي الهدف من الدلتا جي برضو نفس الكلام نكتب كده الدلتا جي مش هنكتب اسمها بقى احنا كتبناها فوق اللي هي change in gibbs free energy وفكرك تاني قلت لك هي التغير طاقة جيبس الحرة الطاقة اللي اتبقت بعد بذل الشغل الطاقة المتبقية دي في الرياكشن خالص بعد ما عمل الشغل دي بحكم منها برضو الـ spontaneity of reaction ازاي تعال نشوف مع بعض نكتب كده used to measure او ميجر على طول السبونتينيتي اوف رياكشن هنكتب يا جماعه تحت السبونتينيتي الدايركشن يبقى ربطت لك حاجه بالسبونتينيتي مهمه جدا 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 اسمها ايه اتجاه التفاعل لان لما اجي اقول لك الدايركشن اوف رياكشن خلاص لازم ايه ها لازم تجيب السبونتينيتي مش هتعرف الدايركشن غير يعني ايه دايركشن يعني الاتجاه بتاع الرياكشن ماشي كده ولا ماشي كده ولا ماشي كده ايكوليبريم خلاص فده يتحدد اه طبعا يتحدد تعال نشوف ازاي وممكن يتحدد بالدلتا اس توتال عادي هنيجي نشوف الدلتا جي لما اجي اعينها في كام طريقه اعين بيها الدلتا جي عندي 5 سكك 5 طرق استخدمهم لتعيين الدلتا جي
علشان يا جماعه انا دلوقتي هدخل في مرحله ان انا هبني قوانين دلتا جي عشان ما انتهش. هي كلها طرق، كلها طرق مختلفه للدلتا جي. زي ما واحد سالني سؤال حلو المره اللي فاتت، قال لي هو الدلتا اتش اللي احنا خدناها دي، الدلتا اتش دي بتاعت ايه؟ الدلتا اتش ايه الفرق بين دلتا اتش بتاعت شابتر 2 وشابتر 4 وشابتر 5؟ قلت له هي كلها طرق لحساب الدلتا اتش. هنا برضو نفس الكلام، هنشوف كذا صوره للدلتا جي، الكذا صوره دي بيبقى ايه؟ كلهم غرضهم حساب الدلتا جي. خلاص؟ دكتور دكتور حضرتك تعمل لك ميوت. هل سمعني كده؟ تمام. هلا تمام. خلاص؟ يبقى 5 methods. To calculate. الدلتا جي. تايتل كده عشان ده مهم جدا عشان ما انتهش. نمبر 1. الدلتا جي ايكوال نيجاتيف تي دلتا اس توتال. بروز لي القانون ده كده علشان ده اول قانون بايه؟ بعين بيه الدلتا جي. طيب ملاحظين ايه من القانون ده؟ ان هو بيربط الدلتا جي بالدلتا اس توتال اللي احنا خدناها فوق. علشان كده كنت بقول لك يا باشمهندس استنى شويه بحيث ايه قبل ما ناخد البريك اربط لك الحته دي. وايه كمان ملاحظينه؟ ان الدلتا جي ديبند على مين؟ ديبندس على التمبريتشر، تعتمد على درجه الحراره. وايه كمان؟ النيجاتيف ده بيعبر عن ايه؟ ان الدلتا جي عكس الدلتا اس توتال في الساين. ايوه عكسها. بمعنى ايه؟ ان اللي احنا قلناه فوق، اللي احنا قلناه فوق في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البرواز اللي انا عامله ده عكسه الدلتا جي. بمعنى ايه؟ ان انا لما الدلتا اس توتال، لما الدلتا اس توتال ايكوال بوزيتيف، ايه اللي هيحصل في الدلتا جي؟ البوزيتيف في نيجاتيف، الدلتا جي هتبقى بالنيجاتيف. يبقى الرياكشن ده ايه؟ ها؟ سبونتينيوس. نون سبونتينيوس. لا نون ليه؟ انا قلت ايه؟ لما الدلتا اس توتال تبقى بوزيتيف الدلتا جي هتبقى ايه؟ لما الدلتا جي نيجاتيف يبقى سبونتينيوس. لان مين اللي عكس اسرة الدلتا جي؟ الماينس اللي موجوده في القانون. طب لما الدلتا اس توتال يعني انا كده بالنسبه لي الموضوع بقى بالعكس في الدلتا جي بالظبط بسبب وجود النيجاتيف في القانون. يبقى الدلتا جي عكس الدلتا اس توتال في الساين. ده اللي نستفيده من القانون الاولاني. ايه كمان نستفيده؟ ان الدلتا جي ديبندس على التمبريتشر، لازم تعتمد على التمبريتشر في كل قوانينها. لازم هنلاقي تمبريتشر في القوانين كلها، في السكك كلها لازم هنلاقي التمبريتشر. والدلتا اس توتال لان الاثنين غرضهم ان هو بيحددوا السبونتينيتي، يبقى لازم في علاقه بتربط الاثنين مع بعض. طبعا القانون ده ليه بروف، بس انا طبعا مش هناخد البروفز يعني بتاعت كل بروفز حاجات معينه، بس مش كل حاجه. انا يهمني ان انا اوظف المعادله ان انا اجيب منها حاجه معينه اثبت بيها السبونتينيتي بتاعت الرياكشن. في المعادله دي لازم يكون حاجتين معلومين، التي والدلتا اس توتال، عشان اقدر اعوض في القانون لازم يكونوا نون في الايه؟ في المساله، الدلتا اس توتال وايه؟ والتمبريتشر. طب الدلتا جي هنا لا، ما دي الدلتا اس توتال تطلع بالنيجاتيف، نكمل كده؟ يبقى الدلتا جي بالايه؟ يبقى التفاعل ده ايه؟ نون سبونتينيوس. لما الدلتا اس توتال تطلع بزيرو، يبقى كل الترم ده هيطلع بزيرو. انت بتضرب يبقى ايه؟ دلتا جي هتطلع بزيرو، يبقى ده مرحله ايه؟ ايكوليبريم. وبروز كده علشان زودنا كولوم اللي هو بتاع الدلتا جي، الفرق بين البرواز ده والبرواز اللي فوق، زودنا الايه؟ العمود اللي في النص ده. خلاص؟ طيب عايزك تنزل لي من هنا ثلاث سهوم. امتى بيحصل ايكوليبريم؟ امتى يا جماعه اشوف ايكوليبريم؟ او امتى اشوف في المساله او عامه في اي ايكويشن ان دي مرحله ايكوليبريم؟ هتقول لي نلاقي سهم رايح سهم جاي. لا مش شرط. اي فيزيكال تشينج ايكوليبريم. يعني لو لقيت في المساله كلمه بويلنج، ده ايكوليبريم بين الليكويد والفيبر.
لو لقيت في المسألة كلمة freezing أو melting يبقى ده إيه؟ equilibrium between liquid أيوة والصلب. مش لازم أجيبها، ممكن أجيبها لك بالكلام boiling, freezing, melting. لقيت كلمة sublimation يبقى ده equilibrium between مين ومين؟ الصلب. أيوة والفيبر. يبقى حالات الإكوليبريم يا جماعة دي بتحصل لما يكون في physical change. لما يكون في إيه؟ physical change. اللي هو يعني إيه physical change؟ تغير في الستيت بس. ما احنا عندنا زي ما شفنا واحنا بنحل مسائل الفيرست لو قلت لك المعادلات نوعين، chemical change يعني تفاعل كيميائي بين مادة A و B، وphysical change يعني الستيت بس هي اللي بتتغير. الستيت بس هي اللي بتتغير. فاكرين الكلام ده من الفيرست ولا مش فاكرين؟ يعني إيه الستيت بتتغير؟ يعني كلمة boiling, freezing, melting, sublimation. في كل الحالات دي يبقى على طول انت معاك جيفن انت مش واخد بالك منه ان الدلتا جي بزيرو. علشان لما نيجي للمسائل مش هعيد الكلام ده تاني، اول ما تلاقي اي حاجة من الكلمات دي او physical change liquid لفيبر لو boiling او freezing او melting او sublimation على طول بتعوض بالدلتا جي بزيرو. خلاص الكلام ده بيبقى well known. طيب السكة التانية علشان نحسب بيها الدلتا جي نمبر 2، خلاص فهمنا دي وامتى اعرف سبونتينس ولا نون سبونتينس والإكوليبريم، انقل اللي بعدها. تمام. ان انا لو عندي رياكتنس اديتني برودكتس إيكويشن عادية A بلس B اديتنا C بلس D، خلاص هتقول لي ان الدلتا جي ايكوال ايه؟ ده يعني السيمبل مينينج للايه او السيمبل يعني او معنى الدلتا. دلتا كلمة دلتا يعني فرق. هتقول لي الدلتا جي فورميشن لمين؟ للبرودكت. ماينس الدلتا جي فورميشن لمين؟ شبه قانون الدلتا اتش. بس بدل ما كنت بلعب على الشينج اللي تشينج الانسلبي هلعب على اللي تشينج ان جيبس فري انرجي. بس نفس الكلام بالظبط، هديك قيم الدلتا جي نوت فورميشن للبرودكتس والدلتا جي نوت فورميشن للرياكتنت، دي ويل نون ومعروفه في التيبلز، معروفه متقاسه عند 25 درجه و1 اتموسفير. كل الكومباوندز متقاسه الدلتا جي بتاعتها زي ما كل الكومباوندز متقاسه ليها الدلتا اتش. بس اما اقيس الدلتا اتش انا بقيس التغير في المحتوى الحراري ككل، انما لما اقيس الدلتا جي بقيس طاقه جبس الحره بس اللي هو الطاقه المتبقيه بعد بذل الشغل زي ما اتفقنا، ومن خلالها بحسب الدلتا جي بتاعه اي رياكشن بتاعه اي ايه رياكشن. ولازم تكون عارف كمان، ما حد سالني سؤال طب الاليمنتس بيتقاس يا دكتور؟ اه بيتقاس، بس قلنا في الفورميشن ايه زيرو، قلنا في الفورميشن بيبقى ايه الدلتا جي فورميشن لاي اليمنت. لما الاقي element في المعادلة الدلتا جي بتاعته formation يبقى زي الدلتا اتش، عشان برضو احنا بنذاكر نكون احنا ربطين كل حاجة وعاملين الموضوع بطريقة مبسطة، ما تبقاش في حاجة عامله نفس معاملة الدلتا اتش. ايوة بس نفس المعاملة كقوانين بس كمينينج. انت هنا بتحسب ايه free energy وهناك بتحسب ايه ها الانسالبي التغير في المحتوى الحراري كله. دي السكة التانية ودي طبعا بتبقى معروفة. يعني ايه؟ انت طبعا وانت بتحل معايا مسائل فيرست رو شابتر 4 كنت امتى بتعوض في القانون ده؟ لما كان يديك ايه في المساله؟ لما كان يديك الدلتا جي فورمي او لما كان يديك الدلتا اتش اف والدلتا للبرودكت والرياكتنت كنت بتعوض. برضو نفس الكلام لما الاقي في المساله دلتا جي نوت اف للبرودكتس والرياكتنت يبقى هو بيقول لك هتهالي بالسكه دي. اتفقنا؟ خلاص. يبقى ان انا استخدم السكه الاولى او السكه الثانيه مين اللي بيحكمني في الموضوع؟ ها الجيفن زي ما هنشوف. يبقى انا وانا بحل المسائل يا جماعه مش عايز حد تاني. المساله دي بقى هقول مثلا باشمهندس احمد باشمهندس سيف باشمهندس عارف ايه يقول لي السكه الاولى السكه الثانيه السكه هنسميها كده، ما هو عشان الشابتر مش هيتلم يا جماعه في دماغنا الا بالطريقه دي. خلاص اتفقنا؟ تمام يا دكتور. هو دكتور هو في الدلتا جي بيساوي سالب تي دلتا اس 2 هي تي دي اللي هي تمبريتشر صح؟ اه تمبريتشر.
لو ليها معنى تاني كنت عرفته، بس احنا يعني معروف ان التي دي تمبريتشر. تمام شكرا دكتور. ايوه لو سمحت ممكن تقول الفرق تاني بين الدلتا اس والدلتا جي كساين؟ ان الاثنين عكس بعض. لا يعني هو الدلتا اس بتتم اكتر بان التفاعل بيحصل الاثنين واحد. لا الاثنين واحد، وخلي بالك بقى في السؤال انت لا. انت الاثنين بيحددوا السبونتينيتي. واحد يقول لي طب ما انا لما بعرف الدلتا اس توتال بحدد السبونتينيتي وخلاص ماشي، ده لو انا طلبت الدلتا اس توتال تحدد منها مفيش مشاكل، بس لو طلبت انك تحسب الدلتا جي بمعلوميه الدلتا اس توتال لازم تحسب. تمام. وتقول لي دي بوزيتيف ولا نيجاتيف زي وانت مش الكلام ده متعود عليه برضو في شابتر 4 لما النتيجه بتطلع لك بوزيتيف بتطلع لك بالنيجاتيف اكزوثيرميك اندوثيرميك. هنا بقى البوزيتيف والنيجاتيف مش معناه اكز واندو، معناه سبونتينيوس ونون سبونتينيوس. فهمنا بقى الفكره ماشيه ازاي؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى البوزيتيف والنيجاتيف ورانا ورانا، بس افهم معناه انا عايزه استفيد بيه ايه. استفيد ان انا بحدد تلقائيه التفاعل وبعرف الظروف اللي انا احط فيها التفاعل تبقى ايه، هل هي سبونتينيوس عند الكونديشن العاديه ولا محتاجه مؤثر خارجي، ولو محتاجه قد ايه، كل ده ليه حسابات. السكه الثالثه احنا قلنا هما كام سكه فوق؟ 5. السكه الثالثه وبعد كده ناخد بريك 5 دقايق. مش احنا قلنا ان الدلتا اس توتال ايكوال دلتا اس سيستم فوق بلس الدلتا اس سراوندنج، صح ولا غلط؟ طيب السكه الثالثه دي احنا او الطريقه الثالثه محتاجين ان احنا نعمل فيها بروف للدلتا جي. طب ايه هدف البروف هنا؟ ان انا وسط البروف هقول لك ازاي نحسب الدلتا اس سراوندنج. كان لسه باشمهندسه بتسالني واحنا في الدلتا اس وبتقول لي هو الدلتا اس سراوندنج بنحسبها ازاي، قلت لها اصبري شويه اهي في الحته دي، علشان كده هنقول البروف في الحته دي عشان نشوف بنحسب الدلتا اس سراوندنج ازاي. في الحقيقه يا جماعه ان الدلتا اس سراوندنج الدلتا اس سراوندنج ايكوال نيجاتيف دلتا اتش سيستم على التي. ايه ده يا دكتور؟ لا لازم نقف بقى، ايه اللي انا كاتبه ده؟ تعالى نرسم بدل ما نطلع لفوق نرسم فلاسكه كده ونكتب فوق او بره سراوندنج وجوه سيستم زي الرسمه اللي انا كنت راسمها فوق. هو انا دلوقتي لو السيستم ده ايفولف هيت، لو السيستم ده يبقى ايه اللي هيحصل للسراوندنج؟ السيستم ايفولف اهو واضح من اتجاه السهم ايفولف سيت، درجه حراره السراوندنج هتزيد. لا احنا عايزين نعبر بكلمه ايفولف ولا ابزورب؟ لو السيستم ايفولف ابزورب السراوندنج ابزورب. ايوه يبقى السراوندنج نكتب كده فوق ايه؟ ابزورب ابزورب سيت وهنا ايفولف سيت، ونهايلايت على كلمه ابزورب وايفولف، ونخلي بالنا الايفولف دي منين؟ من السيست. الابزورب دي بتاعت السراوندنج لان الطاقه اللي طالعه من السيستم السراوندنج عمل لها ابزورب. يعني معنى كده يا شباب ان الاثنين عكس بعض دايما. يبقى النيجاتيف اللي موجوده دي في القانون بتقول لك ايه؟ ان السراوندنج عكس السيستم. فما ينفعش اقول دلتا اس سراوندنج ايكوال دلتا اتش سيستم، ده ما ينفعش، لازم احط نيجاتيف لان الاثنين عكس بعض. لو ده ايفولف يبقى ابزورب، لو الثاني ايفولف وهكذا. صح ولا غلط؟ يبقى النيجاتيف دي معناها ايه؟ الاثنين عكس بعض. خلي بالك نحط هايلايت على السراوندنج والسيستم عشان تفهم ليه النيجاتيف اتحطت. على درجه الحراره اللي انا شغال عندها، لان زي ما قلت لك التمبريتشر بتاثر تاثير على الدلتا اس، فلازم اقسم على درجه الحراره اللي انا شغال عندها علشان اجيب الدلتا اس ايه؟ الدلتا اس سراوندنج. خلاص يبقى انا معلومات انا مش 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 لازم اعرف يعني السراوندنج ده يا جماعه مش معادله، ده الوسط المحيط حوالين المعادله السيستم بتاعي او الايكويشن او الكونتينر. خلاص من خلال الدلتا اتش اللي طالعه للسيستم اقدر اجيب الانتروبي بتاعت ايه؟ بتاعت السراوندنج عادي جدا. طيب تعالوا نعوض بالدلتا اس سراوندنج في الايكويشن دي. يبقى هقول ايه؟
الدلتا اس توتال بتساوي دلتا اس سيستم ماينس، مش هتبقى بقى دلتا اس سراوندنج زي ما هي، دلتا اتش سيستم على ايه؟ على التي. خلاص؟ ايه رايكم نضرب الايكويشن دي كلها في نيجاتيف تي؟ هيحصل ايه؟ يبقى نيجاتيف تي دلتا اس توتال دلتا جي ايكوال نيجاتيف دلتا جي. برافو عليك، لا الناس مركزه، برافو. دلتا اس ايه؟ سيستم بلس، ما هو نيجاتيف في نيجاتيف في بوزيتيف، التي دي هتكنسل التي دي، يبقى دلتا اس ايه؟ سوري دلتا اتش ايه؟ دلتا اتش سيستم. ده فكرنا بايه؟ لسه قايلينه فوق في السكه الاولى، قايلينه ان هو ايه؟ دلتا جي. دلتا جي ايكوال، هنوضب بقى الـ 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 الجزء ده، يبقى دلتا اس اتش سيستم ماينس سيستم، واروح مبروز. دي السكه الثالثه، ان انا بحسب الدلتا جي عن طريق ايه؟ معلوميه الدلتا اتش ومعلوميه الدلتا اس. بس انهي دلتا اس؟ اكتب، مهم جدا تكتب في دلها كده السيستم علشان ما تتلخبطش، اتفقنا؟ يبقى هنا السكه الثالثه او الطريقه الثالثه لحساب الدلتا جي، الدلتا جي ايكوال ايه؟ دلتا اتش سيستم ماينس تي في الدلتا اس سيستم. عارفين بقى ده فتح لنا السكه ان انا لما نيجي نحل مسائل ممكن الدلتا اتش دي اروح لا لشابتر 2 اخليك تحسبها من شابتر 4، اخليك تحسبها من الفيرست لوب وتدخل بيها في السكند لوب عشان تجيب الدلتا جي. شوف اللفه، كل ده هنشوفه في المسائل ان شاء الله. كتبنا؟ تمام. حد عنده مشكله يا جماعه؟ علشان الشابتر ده لازم يتفهم كده، لو ما تفهمش كده هتنح معايا في المسائل. الحقيقه في سؤالين نظري على القانون ده قبل ما نخش في السكه الرابعه. السؤالين النظري دول هنقولهم ان شاء الله بعد الخمس دقائق اللي احنا اتفقنا عليهم. خلاص؟
ايوه شباب الصوت واضح كده؟ اه تمام يا دكتور. اه تمام واضح تمام. نكتب كده الفاكتورز، ده سؤال نظري، انا لسه في السكه الثالثه فيها سؤالين نظري. الفاكتورز افكتنج reaction spontaneity. العوامل اللي بتأثر على تلقائية التفاعل. ايه هي الفاكتورز دي؟ احنا اخدناها كل ده اخدناه فوق بس بنجمعه في صورة سؤال. نمبر 1 ان لازم يكون عندك الدلتا جي ايكوال ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نمبر 2 الدلتا اس توتال equal ايه؟ بوست. نمبر 3 الدلتا اتش بتاعتك اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك؟ يعني الرياكشن يكون سبونتينيوس امتى؟ لما يكون، يعني ايه الفرق بين اكزو واندو؟ افكر كده، الاندوثيرميك انا محتاج هيت اكيد ايه بالظبط. اكزوثيرميك ليه بقى اكزوثيرميك؟ علشان الاكزوثيرميك ده بيتم تلقائي بالظبط ايفولف هيت. يبقى دول الثلاث حاجات، الثلاث حاجات اللي ايه اللي لازم يكونوا متوفرين علشان اقدر اقول دي الفاكتورز او اللي بتاثر على تلقائيه التفاعل. اجيب لك ام اس كيو جنب بعض، دلتا جي نيجاتيف، دلتا اس توتال بوزيتيف، دلتا اتش نيجاتيف، واجيب لك الاختيار اللي بعديه العب لك بقى في ايه نيجاتيف وبوزيتيف والحاجات دي. فلازم اكون مصحصح وعارف ايه هي الفاكتورز بالظبط. السؤال الثاني دكتور انا ما فهمتش ليه اتش دلتا اتش بنيجاتيف؟ علشان لما تيجي تقارن الاكزو والاندو، الاكزو سيرميك والاندو سيرميك، الاندو سيرميك ده ايه؟ الاندو ده محتاج هيت، ده بيابزورب هيت. طب احنا قلنا لما يكون في مؤثر خارجي زي التمبريتشر، يعني التفاعل بياخد هيت او بتسخن، يبقى ده بيتم ايه؟ يبقى كده تلقائي ولا غير تلقائي؟ في الاندو. يبقى بالظبط احنا هنا بنقول ايه الفاكتورز اللي بتاثر على ايه؟ السبونتينيتي. خلاص. طيب دكتور اتفضل. هو احنا مش لو عوضنا بالدلتا اتش بنكتب في القانون ده؟ السؤال الثاني اصبر بس، ده السؤال الثاني اصبر بس، ما مش عايز لخبطه دلوقتي. ماشي سيبك من عوضنا دلوقتي خالص، نكتب كده اللي انت بتقوله ده كله في السؤال الثاني. effect of the signs تأثير إشارات of delta H and delta S system on reaction spontaneity. ايه هي تاثير الاشارات بتاعه الدلتا اتش والدلتا اس على تلقائيه التفاعل؟
واحد يقول لي الله ايه هي الاشارات، هقول لي قدامنا تعال نشوف كم احتمال. يعني انا لما اقول ادي الدلتا اتش ودي الدلتا اس، الاحتمال الاول نيجاتيف بوزيتيف، الاحتمال الثاني بوزيتيف نيجاتيف، الاحتمال الثالث الاثنين بوزيتيف، الاحتمال الرابع الاثنين نيجاتيف. في احتمال ثاني او في احتمال خامس، يعني في احتمال غير اللي احنا قلناهم دول، هم دول الاربع احتمالات اللي ايه اللي بيغطوا تغيير اشارات الدلتا اتش والدلتا اس، يا اما نيجاتيف بوزيتيف يا بوزيتيف نيجاتيف، يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين نيجاتيف. طب هنمسك واحد واحد ونشوف ازاي بيأثر على تلقائية التفاعل. تعال نشوف مع بعض. الاحتمال الاولاني لما الدلتا اتش زي ما كتبنا فوق اهو بالنيجاتيف، والدلتا اس طبعا سيستم من غير يعني خلاص يعني مكتوبه اهي في الايه في التايتل فوق، مش لازم كل شويه نكتبها، نكتبها بس في اول احتمال وممكن ما نكتبهاش في الباقيين بوزيتيف. دول بيعملوا لي ايه في الدلتا جي؟ يبقى هنعوض زي ما الباشمهندس قال دلوقتي. هنعوض فين بقى؟ هما الاثنين دول بيربطهم قانون ايه؟ احنا قلت احنا لسه السؤال ده على السكه الثالثه اللي هم ايه، او الطريقه الثالثه اللي هي دلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس سيستم. يبقى هو ده القانون اللي بيربط الدلتا اس سيستم والدلتا اتش سيستم بالدلتا جي اللي هي السبونتينيتي. تعال نشوف هنعوض ازاي. لما اجي اقول لك اكتبه تاني بدل ما نطلع كل شويه، دلتا اتش ماينس تي دلتا اس، ايه اللي بيحصل؟ لما الدلتا اتش بالنيجاتيف يبقى الرقم ده او الدلتا اتش ده رقم بالنيجاتيف. طيب لما اقول لك الدلتا اس سيستم بالبوزيتيف يبقى هنا الرقم هيبقى بالبوزيتيف. خلي بالك ان في نيجاتيف بره الدلتا اس، النيجاتيف اللي بره هتعمل لك ايه هنا؟ هتعكس لك الساين بتاعت الدلتا اس سيستم اللي انت بادئ بيها. فلما اعوض هنا بالدلتا اس سيستم في الايكويشن دي، هل هتبقى بوزيتيف ولا هتتعكس عشان في نيجاتيف بره؟ هتتعكس. نيجاتيف صح ورايي. الدلتا اس هتبقى بالنيجاتيف بالظبط كده. يبقى انت عندك في النهايه نيجاتيف ونيجاتيف، يعني بقول لك نيجاتيف 5 نيجاتيف 10، يبقى النت ريزلت ايه؟ نيجاتيف 15. يبقى هنا نيجاتيف بالظبط، يبقى الدلتا جي ايكوال نيجاتيف. يبقى الرياكشن ده اللي فيه دلتا اتش نيجاتيف ودلتا اس سيستم بوزيتيف هيطلع اسبونتينيوس. ونكتب كده ات اول، عشان دي مهمه جدا، تمبريتشر عند كل درجات الحراره. يعني مهما كانت درجه الحراره دي مهما كانت كبيره صغيره مش هتاثر على النيجاتيف خالص بتاعه الدلتا جي، هتفضل برضو نيجاتيف. يبقى كلمه ات اول تمبريتشر دي مهمه جدا جدا. ده الاحتمال الاولاني. حد عنده اسئله فيه وعارف ان ازاي بنعوض؟ طب اللي ما فهمش يفهم في اللي بعدها. ما فهمتوش قوي. هنفهم في اللي بعدها، هنفهم في اللي بعدها، لان هي هي. لما اقول لك وانت اللي هتحل معايا. لما اقول لك الدلتا اتش بالبوزيتيف اللي هو ثانيه والدلتا اس بالنيجاتيف. يلا هنعمل ايه؟ نكتب القانون ثاني. ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. تقدر تقول لي الدلتا جي هتطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ تعال نشوف مع بعض. الدلتا اتش بالايه؟ قيمه معينه، كانك بوزيتيف 1000 مثلا، بوزيتيف 2000 قيمه بس بالبوزيتيف. طب الدلتا اس قيمه بس بالنيجاتيف، بس القيمه دي مضروبه بره في ايه؟ هاي يا باشمهندس في نيجاتيف. نيجاتيف في نيجاتيف يدينا ايه؟ ها بوزيتيف. ايوه هنكتبهم بس تحت منفصلين، مش هكتبهم زي اللي فوق كده عشان برضو ممكن انت تكون اتلخبطت. دي بالبوزيتيف ونيجاتيف في نيجاتيف اداني بالبوزيتيف. بوزيتيف رقم بوزيتيف رقم يديك الرقم ايه في الاخر؟ بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف. بالبوزيتيف. يبقى الدلتا جي، الدلتا جي هتطلع بالبوزيتيف، يبقى ده نون اسبونتينيوس ات اول تمبريتشر عند اي درجه حراره، لان مهما كانت درجه الحراره دي مش هتاثر في القيمه بتاعه البوزيتيف والنيجاتيف، هتاثر كفاليو بس مش هتاثر في البوزيتيف. ده يبقى ايه؟ يبقى مش هتعكسه. فهمت اللي كان بيسال من شويه؟ اه تمام يا دكتور. تمام خلاص تمام. وهنا نفس الكلام، هنا لما نيجي نكتبها سيبريت كده يبقى هنا الدلتا اتش بالنيجاتيف خلاص،
وبوست فهي في نيجاتيف اداتك ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف رقم طبعا هم مش مضروبين في بعض، مش مضروبين يا جماعه نيجاتيف دي ونيجاتيف، لا ده نيجاتيف رقم نيجاتيف رقم يديك نيجاتيف رقم في الاخر خلاص. طيب الاحتمال الثالث. معلش يا دكتور بس في حاجه متلخبط فيها، يعني انا بس مش فاهم هو ليه حضرتك فوق كتبت دلتا اس بالنيجاتيف وتحت بوزيتيف، يعني يعني ليه هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف؟ فين نمسح دي بس عشان ما تلخبطش. ايوه ها هي هي بس انا كده اكون تحت هنا الدلتا اتش. الدلتا اتش انا فارض من الاول ان السيستم اللي عند الدلتا اتش بتاعته بالنيجاتيف والدلتا اس بتاعته بالايه بالبوزيتيف، ده هيعمل لك ايه في اشاره الدلتا جي؟ انا عايز اشوف ليه، انا عايز اشوف التفاعل هيبقى سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس عند الكونديشن دي. تمام اه طيب ليه حضرتك عوضت عن الدلتا اس بالنيجاتيف؟ طب قول لي انت خلاص فاهم الجزء الاول من القانون دي بالنيجاتيف تمام. هنا في السيستم في الدلتا اس، الدلتا اس دي بالبوزيتيف، الدلتا اس هي بالبوزيتيف، بس الدلتا اس في بره ايه جنبها دايما بيبقى ايه نيجاتيف بيعكس لي لا النيجاتيف دي بتعكس لي اشاره الدلتا اس اللي انا بادئ بيها. يعني لما ده يكون بوزيتيف، بوزيتيف في نيجاتيف يديك ايه نيجاتيف. فانت عندك نيجاتيف نيجاتيف رقم نيجاتيف رقم كانك بتقول نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 يبقى يديك نيجاتيف 10. اه تمام فهمت فهمت ولا بتقول كده وخلاص؟ طب اشرح لي قلنا ايه، اشرح لي بقى اشرح لي فهمتها ازاي. لو حضرتك بتبقى ان هي تبقى نيجاتيف نيجاتيف رقم تاني فتبقى بوزيتيف. وجت منين اصلا ليه الدلتا اس بقت بالنيجاتيف بالرغم ان احنا بقين فيها بوزيتيف؟ مش عارف اقولها ازاي. قول علشان الساين دي عكست لي اشاره، الساين دي الهايلايت بالاصفر دي عكست لي اشاره الدلتا اس، الدلتا اس دي بالبوزيتيف. لما تتضرب في النيجاتيف اللي بره دي يبقى ايه بقى عندك نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. بقولك مش نيجاتيف في لا نيجاتيف رقم نيجاتيف رقم يديك ايه في الاخر بوزيتيف يا ابني. هيديك ايه نيجاتيف برضو نيجاتيف رقم نيجاتيف رقم. يبقى كانك بتقول ايه نيجاتيف 5 نيجاتيف يبقى يطلع لك في الاخر تجمعهم يعني يعني ايوه يبقى النت ريزلت. بقول النت ريزلت النت ريزلت يبقى بنيجاتيف برضو نيجاتيف نيجاتيف صح ولا غلط؟ اه صح اه تمام. نمبر 3 بتكلم يا دكتور ولا لا؟ لا لسه. لما الدلتا اتش تطلع معاك قلنا الدلتا اتش لو بادئ بيها بوزيتيف والدلتا اس سيستم بالبوزيتيف هيعمل لي ايه في الدلتا جي؟ تعال نشوف. الدلتا جي بتاعتي هتتوقف على الفاليو بتاعتهم. قربت شويه. دلتا يبقى ليها ثلاث احتمالات. دلتا تعال نشوف مع بعض، تعال نشوف مع بعض ده بيساوي دي ما فيهاش نقاش هتبقى ايه بوزيتيف. قلنا البوزيتيف دي نتيجه وجود النيجاتيف دي بتعكس الاشاره دي يبقى بقت ايه؟ اه هنا الموقف بقى قابلنا. كان في الاول اول اتنين كان الاتنين نيجاتيف في الاول والاتنين بوزيتيف في الثانيه. هنا قابلنا موقف غريب، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هل النت ريزلت هتطلع بوزيتيف ولا تطلع نيجاتيف؟ هتروح مين بقى؟ مين اللي متدخل في الحوار؟ ها ايوه بالظبط كده. التمبريتشر هو اللي هيحكم الموقف. يبقى ات هاي تمبريتشر ات نكتب كده نقسمها بقى. كنت المره اللي فاتت بقول ات اول تمبريتشر، انما هنا لا مش ات اول تمبريتشر، هقسمها ات هاي تمبريتشر ات الهاي تمبريتشر. ايه اللي بيحصل؟ يعني لما التي بتزيد مين اللي هيزيد؟ يعني لما التمبريتشر دي تبقى عاليه جدا مش الترم ده هيزيد معايا كفاليو صح؟ انت تطلع النيجاتيف. ايوه يبقى النيجاتيف هيغلب الايه؟ هيبقى اكبر من البوزيتيف صح ولا غلط؟ يبقى طب مش انا حاصل ضرب التمبريتشر
الدلتا اس مع بعض يبقى اقل من الدلتا اتش ولا مش ممكن تحصل؟ لا طبعا لا لا انا حاصل ضرب ايه؟ انا حاصل ضرب بقول لك هاي تمبريتشر لما تيجي تضرب دي ضرب يعني بيقول لك اسم ولا بتاع فتفكري كده لا ده ضرب يعني بيخلي الرقم اضعاف مضاعف بيخلي الرقم يزيد فهيخلي قيمه النيجاتيف تعلى عن البوزيتيف تمام فده هيخلي لي ايه ده هيخلي لي ان الدلتا جي هتبقى بالنيجاتيف يبقى اقول ايه اسبونتاني علشان يا جماعه لما اجي اجيبها في الام سي كيو بحدد لما الدلتا اتش بالبوزيتيف والدلتا اس بالبوزيتيف تقول لي اسبونتاني ساعه ايه هاي تمبريتشر ولا لو تمبريتشر ولا اجيب لك اختيارات مالهاش علاقه تقول لي ات هاي تمبريتشر ممكن تعملها تاني يعني ده كانه بروف كانك بتثبته ممكن تعملها في دقيقه وتروح بس ايه انا طبعا بقى يعني المفروض انت مذاكر وتسلكت على طول الانسر يبقى عند الهاي تمبريتشر بيبقى الرياكشن سبونتينس طب ات اللو تمبريتشر يعني عند درجات الحراره القليله لما التمبريتشر تبقى قليله وتتضرب في الدلتا اس هيحصل اللي انت بتقولي عليه يا باشمهندس ان الترم ده هيحصل له ايه هيقل فايه اللي هيحصل لما التمبريتشر تقل هيبقى البوزيتيف اكبر منين من النيجاتيف البوزيتيف اللي هيغلب يبقى بقى الدلتا جي بقت ايه بوزيتيف بقت ايه نون اسبونتينيوس يبقى انا لو انا بعمل تفاعل والكونديشن بتاعته الدلتا اتش بالبوزيتيف والدلتا اس بالبوزيتيف انا ببقى عارف عشان التفاعل ده يتم تلقائي لازم اشتغل عند درجات الحراره العاليه طب لو هشتغل عند درجات الحراره القليله يبقى محتاج مؤثر خارجي يبقى ده الطريقه ده اللي بيتم لو انا قابلني موقف كده قابلني موقف ده واحده بوزيتيف والتانية نيجاتيف يبقى لازم التمبريتشر هي اللي بتحكم انا عايزه يتم تلقائي يبقى عالي درجه الحراره يبقى ده يتم تلقائي عند درجات الحراره العاليه بس انما عند درجات الحراره القليله يبقى ايه مش هيتم تلقائي خلاص طيب في نمبر 4 شبه دي بقى بالظبط شبهها بس العكس الدلتا اتش بالبوزيتيف والدلتا اتش سوري الدلتا اس بالبوزيتيف ده هيعمل ايه احنا قلنا البوزيتيف فوق سوري مش المفروض الاثنين نيجاتيف ايه الاثنين نيجاتيف او الدلتا اتش والدلتا اس يبقوا نيجاتيف ايوه انا بقول اهو دي الحاله اللي فاضل انا ما خدتش بالي ان احنا قلنا فوق العكس طيب يلا هنعمل ايه لما يكون نيجاتيف نكتب القانون ونشوف ايه اللي هيحصل دلتا اتش ماينس تي دلتا اس يلا ايه اللي هيحصل النت ريزلت بحكم ازاي اهي النيجاتيف هتنزل زي ما هي مفيش حاجه جنب الدلتا اتش اتغيرها فهتنزل زي ما هي هنا اتفقنا دي بتتعكس لان في هنا النتيجه النيجاتيف دي بتعكس لي اشاره مين الدلتا اس فايه هتبقى بوزيتيف اه ده نفس الموقف اللي فوق واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف يبقى مين اللي هيحكم الموضوع هاي ولو تمبريتشرز ايوه بالظبط كده يبقى نقسم كده بس يبقى عكس اللي فاتت بقى يبقى ات الهاي تمبريتشر لما التمبريتشر تزيد الدلتا جي يحصل لها ايه اهو لما التمبريتشر تزيد مين اللي هيزيد البوزيتيف ولا النيجاتيف كل ده هيزيد ايوه يبقى لما ده يزيد لما التمبريتشر تزيد يبقى البوزيتيف هيغلب النيجاتيف يبقى الدلتا جي هتبقى ايكوال ان النت ريزلت بتاعتها بوزيتيف يبقى نون اسبونتينيوس انا لو منك اركز في واحده يبقى الثانيه عكسها عشان سهوله انك تسلكت في الامتحان طب ات اللو تمبريتشر لما التمبريتشر تقل هتقلل كل ده يبقى مين هيغلب النيجاتيف النيجاتيف هيبقى اكبر من ايه من البوزيتيف يبقى ايه يبقى الدلتا جي هتبقى ايه نيجاتيف يبقى اقول ده ايه كل الاربع حالات اللي انا قلتهم دول هيجي لك فيهم ام اس كيو في واحده منهم وركز على الثالثه والرابعه لان لما اجي اقول لك عند الهاي تمبريتشر او اجي اسالك اقول لك لما الدلتا اتش بالنيجاتيف والدلتا اس بالنيجاتيف برضو امتى يكون الرياكشن سبونتينيوس عند النيجاتيف والنيجاتيف تختار ات اللو تمبريتشر طب امتى يكون نون سبونتينيوس تختار ات الهاي تمبريتشر جبنا لهم قبل كده سؤال على 1 و 2 خلاص اقول امتى يكون سبونتينيوس تقول لي ات اول تمبريتشر عند اي درجه حراره مهمه جدا الحته دي خلاص ده السؤال النظري اللي على قانون الدلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي في الدلتا اس يبقى القانون ده
انا بعتبره من اهم السكك، من اهم السكك في السكك كلها، اللي هو القانون او السكه الثالثه. عارف عامل زي ايه؟ زي قانون الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس بتاع الدلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس الورك. عامل زيه بالظبط، مهم جدا، لان بخليك انك تجيب الدلتا اتش من كذا طريقه، من الفيرست لو او من الشابتر 4 او من كليبرون ايكويشن زي ما هنشوف في المسائل. دكتور معلش احنا غيرنا درجة الحرارة فكده أثرت عليه بمؤثر فيبقى أنا spontaneous؟ لا، هو عشان يتم، عشان يتم تلقائي بيبقى عند التمبريشر. يعني أنا مثلا رحت جيت مثلا عايز أعمل decomposition لصولت، خلاص أي صولت في الدنيا ما بيحصلوش decomposition عند إيه؟ في الروم تمبريشر. رحت مسخن فرن وحطه في الكونديشن دي، فخلاص هيحصل spontaneous في الكونديشن دي، خلاص؟ يبقى ده بدايه الكونديشن، خلاص ده حصل ان هو اتفكك عند ال 500، خلاص يبقى ده اسمه سبونتينيوس، خلاص. انما لو انا عند اللو تمبريتشر، خلاص لو انا دلوقتي في الرو في الـ في الـ في التمبريتشر عاديه شويه ملح قدامي، ده خلاص الرياكشن مش هيتم، مفيش تفكك هيحصل في الروم في الكونديشن العاديه دلوقتي. يعني لو عندي شويه ملح دلوقتي عايز اعمل له ديكومبوزيشن، افصله عن بعض زي ما هنشوف في المسائل، طول ما الملح قدامي كده في الروم تمبريتشر زي ما انتوا بتشوفوا في المعمل بيبقى ايه؟ بيبقى ستيبل، خلاص ما بيحصلوش اي تفكك، يبقى التفاعل مش هيتم. ده معنى كلمه نون سبونتينيوس، خلاص مش في الروم تمبريتشر. طب عشان اخليه يتم محتاج خلاص يبقى بخليه ايه؟ بخليه في كونديشن مثلا 500 درجه، يبقى ساعتها الرياكشن هيتم. عشان كده انا قلت هدف السكند اوف ثيرمودينامكس ان انا بشوف الرياكشنز هتتم ولا مش هتتم، ولو هتتم هتتم فين، سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس. طب يعني كونديشن بتاع التمبريتشر ده مش هعتبره ان هو مؤثر خارجي فاقول لا مش هو... لا طبعا، لا طبعا انا مش هعتبره كده. يعني انا بقول امتى الرياكشن يحصل تلقائي عند التمبريتشر دي، تمام، بس يبقى ده بدايه الرياكشن يحصل عند التمبريتشر دي. انما في الظروف العاديه بقول ان هو مش هيتم. عارف عامل زي ايه؟ زي هيتم ومش هيتم، بس بنقولها بطريقه تلقائي وغير تلقائي، تمام. يبقى كلمه نون سبونتينيوس يبقى ايه؟ مش هيتم، انما هيتم فين؟ يبقى سبونتينيوس. طيب سؤال، لو هو بيتم مثلا عند temperature 500 ودي الconditions بتاعته اللي هو بدأ يتم فيها، لو انا زودت مثلا temperature خليتها 800 او حاجة، مش كده المفروض ان انا بديته زودت؟ دي ملهاش معنى خارجي؟ يعني مش لوجيك ان انا زود وانا عارف ان هو بيتم عند temperature دي، كده انا زودت ملهاش معنى. هو كده كده بيتم عند 500، ازود انا 800 ليه؟ يبقى ملهاش معنى خالص بالنسبة للرياكشن. مش هتأثر على سرعة حدوثه او كده؟ السرعة حاجة واللي يحصل او ما يحصلش حاجة تانية. انا بتكلم هيحصل ولا مش هيحصل، انت زودت 800 عشان تزود الريت بتاع دي حاجة، وانه يتم وما يتمش دي حاجة تانية، تمام. بس المبدأ ايه؟ انه هيتم، تمام، صح ولا غلط؟ يبقى ال 500 دي بالنسبة له دي المينيمم تمبريتشر اللي عندها هيتم الرياكشن. انت زودتي دي حاجه برضو ايه؟ ما تخلينيش اقول ان هو نون سبونتينيوس. يبقى انا اذا كان هو بيتم عند 500 اقول نون سبونتينيوس عند 800؟ لا، هيبقى سبونتينيوس برضو، هيتم عند 800. يبقى زي ما احنا قلنا، يبقى كلمه سبونتينيوس ونون سبونتينيوس هنترجمها كده، الرياكشن هيتم ولا مش هيتم. يبقى كلمه سبونتينيوس يعني الرياكشن هيتم، كلمه نون سبونتينيوس الرياكشن مش هيتم. اكتب الكلام ده، يعني الكلام ده مش عارف اقوله لك، الكلام ده كلام زي ما احنا متعودين بالبلدي كده بيطلع، بس بيفهمك الموضوع ماشي ازاي. فضل لنا طريقتين اللي هما الرابعة والخمسة علشان نقفل الخمس سكك بتوع الدلتا جي. نمبر فور، نكتب كده الجيبس فري انرجي and activity title كده. احنا عارفين الجبس في انرجي اللي هي ايه؟ الدلتا جي. طب ايه هي الاكتيفيتي؟ بنقول عليها ايه الاكتيفيتي. طب ايه هو الاكتيفيتي؟ يعني نشاط التفاعل، نشاط التفاعل. امتى التفاعل يكون نشيط؟ مين يقول لي امتى التفاعل يكون نشيط؟ يعني اي حد في الدنيا بيحكم التفاعلات اللي انت بتعملها في المعمل والكلام ده، الراسب اللي انت بتكونه، امتى يكون التفاعل نشيط؟
لما تلاقي كميه رصيف كتيره تعرف ان التفاعل نشيط. يعني امتى لو انا بعمل بقى اي تفاعل تاني بحكم ازاي؟ من كميه البرودكت. لو كميه البرودكت عاليه، لو كميه النواتج اللي طالعه عاليه يبقى التفاعل نشيط، لو كميه البرودكت اللي طالعه قليله يبقى التفاعل مش نشيط. صح ولا غلط؟ يبقى انت وانت في المعمل واحد يجي يقول لي الله ال مفيش بي بي تي، مفيش راصف ظهر معايا، اقول له زود التركيز عشان التفاعل يتنشط، يعني التفاعل يبقى نشيط فيديك ايه راصف اكتر. صح ولا غلط؟ يبقى الكلام ده انت اوريدي بتعمله في المعمل، اقول لك لا ارجع اعمل كذا ارجع اعمل كذا. فساعات بيبقى في تفاعلات محتاجه هاي كونسنتريشن عشان تبقى نشيطه، في تفاعلات تانية بتبقى مش فارق معاها الهاي من اللو، بتدي في اي حاجه. يبقى نشاط التفاعل بحكم عليه من ايه؟ من كميه البرودكت اللي بتطلع. طب علشان نعرف يعني ايه اكتيفيتي لازم نحسبها، ما هو يعني اكتيفيتي دي اكيد اكيد ليها طريقه حساب. لو انا عندي رياكشن ايه كده بلس، يعني واحده سمول واحده كابيتال، بحيث ان السمول ده النمبر اوف مولز، يعني بتتكتب مثلا 2 كذا 3 كذا، والاي دي الكومباوند، الاي والبي كابيتال دي الكومباوندز اللي عندي اللي هتتفاعل مع بعض، بلس دي يبقى ده الرياكتنس وده ايه البرودكتس. انا لو عايز اجيب، انا بقول لك كميه البرودكت زادت قلت، يعني اكيد اكيد بالنسبه لايه؟ بالنسبه للرياكتنس. يعني اكيد الاكتيفيتي دي نسبه، اكيد لما نيجي نحسبها هنلاقيها نسبه بين مين ومين، هنقول كده الاكتيفيتي ايكوال الاكتيفيتي بتاعت البرودكت على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت. وروح مبروز كده قانون مهم جدا، الاكتيفيتي بتاعت البرودكت على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت. طيب هل البرودكت عندي ماده واحده ولا اكتر من حاجه؟ ده ممكن يكونوا 3 و4. والرياكتنتس عندي، بقول رياكتنتس يعني اكتر من ماده بتتفاعل، ممكن يكونوا 2 وممكن يكونوا 3 و4، مفيش ماده هتتفاعل من نفسها، لازم يكون ليها كل ايه ليها بي وسي وهكذا، بس باي مينيمم نقول مادتين. طب يبقى الاكتيفيتي بتساوي ايه؟ اشد خط كده واكتب الاكتيفيتي بتاعت السي، انا في البرودكت اهو، عارفين النمبر اوف مول السمول الصغير ده اللي هو 2 3 4 الرقم اللي بيتكتب جنب المركب، بنكتبه في الباور. ركز معايا في طريقه الحساب واحده واحده. بلس دي، في البلس دي انت بتكتب في المعادله بلس لان دول مادتين طلعوا، فبتقول ده بلس ده مادتين طلعوا، انما لما تيجي تحسب الاكتيفيتي بتقول في. ايوه بالظبط كده، برافو، بتقول ده في ده الاكتيفيتي بتاعت سي في الاكتيفيتي بتاعت مين؟ الدي. باور مين بقى؟ ها قول اسمه. ايوه نعمل كده في الرياكتنس برضو، الاكتيفيتي بتاعت الايه باور ايه في الاكتيفيتي بتاعت مين؟ البي باور بي. وروح مبروز كده. طبعا انا هديك الارقام دي، يعني انا هقول لك الاكتيفيتي بتاعت المركب ده كذا، الاكتيفيتي بتاعت المركب ده كذا، الاكتيفيتي بتاعت الاي كذا، والاكتيفيتي بتاعت البي كذا، انا هديها لك، بس مش هديها لك باللفظ كده في صوره اكتيفيتي، انت لازم تعرفها من المساله ازاي. نروح كاتبين كده الاكتيفيتي بتاعت الليكويد، لو كانت الستيت اللي عندك ليكويد بتعوض بالاكتيفيتي ب1، الاكتيفيتي بتاعت السوليد بتعبر عنها ب1. يعني لو لقيت في الايكويشن الماده اللي بين قوسين مكتوب بين قوسين الستيت بتاعتها ليكويد، يعني ماده سائله، بتعوض ب1 على طول وانت مغمض، دي مش هديها لك في المساله. لقيت سوليد برضو بتعوض ب1. طب لقيت الماده جاز، دي لازم اديها لك بقى، يعني لازم ادي لك، بس هديها لك في صيغه ايه؟ بعبر عن الاكتيفيتي بتاعت الجاز بايه؟ تتخيلوا بايه؟ بالبريشر بتاعه. يعني لو اديتك في مساله الثيرموداينامكس الاتموسفير قد كده، قلت لك الماده ايه؟ البريشر بتاعها كذا قد كده اتموسفير، يبقى ده الاكتيفيتي. يبقى الاكتيفيتي في الجازز بعبر عنها بالبريشر. بعبر عنها بالايه؟ نكتب كده بين قوسين البريشر بتاع الجاز عشان الماده جاز. انتوا عارفين طبعا ان كل ما الضغط بيزيد كل ما التصادمات بتزيد كل ما الاكتيفيتي بتزيد، يعني البريشر هو اكتر حاجه بتعبر عن الاكتيفيتي بتاعت الجاز، اكيد اكيد مش الفوليوم ولا اي حاجه تانية. طب لو كانت الماده اللي عندك لو كانت في سوليوشن او في صوره اكوس، اكوس يعني ايه؟ او سوليوشن يعني في صوره محلول،
بنعبر عن التركيز بالايه؟ بالمولر، او بتكتب ام كابيتال بس، بالكونسنتريشن، دي وحده تركيز، وحده ايه؟ تركيز. كلنا عارفين ان المولر ده هي وحده تركيز المحاليل. يعني انا دلوقتي لو جبت كوبايه ميه او كوبايتين ميه حطيت في واحده معلقه سكر والثانيه 5 معالق سكر، هل تركيز السكر هنا زي هنا؟ ده اسمه التركيز او الكونسنتريشن، انك لما تحط سوليد في ليكويد، يعني ماده صلبه في سائل، ده اسمه ايه؟ محلول. المحلول ده تركيزه بيعبر عن الاكتيفيتي، نشاط المحلول. اكيد اكيد كل ما زودت التركيز كل ما النشاط زاد. يعني انت لما تيجي تقف في المعمل بتعمل تجربه، مش في تجارب بتحتاج تعمل لها سوليوشن؟ في تجارب بتحتاج تعمل لها ملح في ميه عشان تكون رسب. وجود الميه مهم عشان الرسب يتكون، لو ما حطيتش الميه الرسب مش هيتكون. عشان كده بقول عشان تزود النشاط لازم تدوب كميه يعني ملح مناسبه في الميه علشان تعرف يكون رسب. ده اسمه اكتيفيتي، انك بتدوب الملح في الميه بتركيز معين. يبقى لو اديتك مولاريتي او المولر دي ام كابيتال، يبقى دي معناها ايه؟ تركيز. بروزهم كده عشان الكلام ده مهم جدا. انا في حاجتين مش هديهم لك وفي حاجتين هديهم لك. اللي مش هديهم لك هما ايه؟ الليكويد والسوليد بس. يعني الليكويد مثلا ميه لوحدها كده بيور، ماده بيور الاكتيفيتي بتاعتها بون معترف عليه يعني، او اي ليكويد لوحده بيور. السوليد نفس الكلام بون، انما الجاز والليكويد بيبقى ارقام مختلف. ات ستاندرد ستيت، ات قدامها على طول كده ستاندرد ستيت. في الظروف القياسية الأرقام دي بيحصل لها إيه؟ هل بتتغير؟ لا، في الظروف القياسية أنا مش هديك ولا واحد، يعني مش هديك ولا رقم من دول. عارفين ليه؟ لأن الحاجات دي بتبقى نون، يعني أنت عارفها كده كده. الليكويد هيفضل بواحد، الأكتيفتي بتاعت السوليد بواحد. عارفين بقى الجاز بيبقى إيه؟ ها؟ بوان أتموسفير. الأكتيفتي أيوه بتاعت السوليوشن ايوه تبقى 1 مول، كله بون. يبقى في الستاندرد ستيت او في الحاله القياسيه للماده يبقى ايه؟ يبقى كله ساعتها هيبقى بون بس. يعني انا هدي لك الاكتيفيتي او انت هتلاقيها في الستاندرد ستيت تعوض عنها بون، فانت هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفسك بتحسب الاكتيفيتي عادي اللي هي بتاع البرودكت على الرياكتنس. خلاص. طب ايه بقى المهم؟ انا كل ده في شرح الاكتيفيتي علشان هربط بينه وبين الدلتا جي بقانون مهم دلوقتي، وهو ده اللي يهمنا. انا احسب السبونتينيتي واشوف الدلتا جي بحسبها ازاي عن طريق الاكتيفيتي. ده الهدف من السكه الرابعه، ان الدلتا جي نكتب كده الدلتا جي ايكوال دلتا جي نوت بلس 2.3 ار تي لوج الاي، ونبروز القانون ده كده. خلاص. دلتا جي ايكوال دلتا جي نوت بلس 2.3 ار تي لوج الاي. الاي دي اللي هي ايه؟ اتفقنا الاكتيفيتي. طب ودي الجيبس فري، الدلتا جي دي الجيبس فري انرجي ات اني كونديشنز. الدلتا جي نوت ايوه بتقاس عند ايه؟ دي قيم بتبقى معروفه، بتقاس عند ايوه عند كام بالظبط، والبريشر كام موجوده في التيبلز دي دلتا جي نوت 25 درجه سليزيوس بالظبط، وبريشر 1 اتموسفير. طب الار دي بكام؟ يبقى انا عليا افصص القانون كل واحد في ايه، انما مش عليا برضو البروف. عارفين احنا كده قلنا السكه الاولى البروف بتاعها مش علينا، والسكه الرابعه البروف بتاعها برضو مش علينا، انما قلنا البروف بتاع السكه الثالثه علشان من خلاله قدرنا نحسب الدلتا اس سراوندنج، صح ولا غلط؟ انما هنا البروف ما يهمني، عشان يهمني اعوض في الايكويشن واجيب الدلتا جي، هل هي الرياكشن هيتم ولا مش هيتم. هنا بقى مين جدع يقول لي الار بكام؟ 8.314. ايوه جدع، خلاص بقى دي احنا مش معقوله نغلط فيها دي. 8.314 ده الكلام ده امتى؟ لو كانت ايه؟ بتكلم في جول. طب لو بالكيلو جول 8.314 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان تبقى بالايه؟ بالكيلو جول. بالظبط. دكتور هو ايه البي سمول دول؟ ايه؟ البي والبي سمول والدي سمول اللي مكتوبه في المعادله فوق. ده الرقم يعني انا ساعات يعني مثلا اقول لك في المعادله كنا بنقول مثلا في المعادلات 2 CO2
بلس 4 H2 كده، يعني الرقم اللي بيكتب جنب المركب النمبر اوف مولز. اه تمام شكرا. خلاص معلش كده هو مكتوب نعم انا معاك اهو، واحده واحده مش هننقل من الحته دي الا ما نفهمها. مكتوب اتيني ايه في اول ايه؟ ات اني كونديشن، بس انا مختصرها سي او ان دي كونديشنز. هو ايه اللي مكتوب تحت الايه حضرتك؟ الاكتيفيتي باختصار، ما احنا كتبناها فوق. اه تمام تمام. يعني هو ات اني كونديشن بتغير التي، يعني التي هي الوحيده اللي بتتغير في النظام ده. الايه؟ التي هي اللي بتغير بتغير قيم الدلتا جي. التي دي على حسب ما انا اديها لك طبعا. اه طبعا. ها السكه الاخيره مش محتاجين نتعب فيها خالص، لان هي مشتقه من السكه الرابعه، مشتقه من السكه الرابعه اللي هي ايه؟ بص بقى هشوف انتوا فاكرين ولا لا. لما اقول لك ات ايكوليبريم، لما اقول لك في المساله ات ايكوليبريم في حاله الاتزان، فاكرين ايه اللي بيحصل؟ كنا بنحط ايه؟ دلتا جي بزيرو. ايوه الله ينور عليك، الدلتا جي ايكوال زيرو. حلو، ساعتها القانون ده هيقول لي ايه؟ لما احط الدلتا جي بزيرو تعال نشوف، يبقى زيرو ايكوال دلتا جي نوت بلس 2.3 ار تي لوج. بص بقى هنيجي هنا عند الايه، هي برضو نفس الكلام، بس بدل ما هنكتب ايه هنكتب ايه؟ الكي بي الايكوليبريم كونستانت عشان دي حاله اتزان، فالاكتيفيتي بتاعتي هي هي الايكوليبريم كونستانت بتاعت الايكويشن. يبقى احنا بس اختلاف رموز مش اكتر، بس نفس طريقه الحساب برودكت على الاكتنت. خلاص طيب عايزين بقى نجيب دي، يعني نظبط الايكويشن، مش معقول هنفضل حاطين الزيرو كده. يبقى دلتا جي نوت ايكوال نيجاتيف 2.3 ار تي لوج الكي بي. القانون ده مهم جدا جدا، ده امتى استخدمه؟ في حاله مين؟ في حالة الإيكوليبريم الاتزان. ونفس الكلام دكتور، هو يعني عند الإيكوليبريم الـ A هتبقى كي بي؟ بالظبط، اختلاف رموز بس عشان اسمها دي اسمها تبقى كده اهو، بس نيجي للـ R الأول 8 نفس الكلام لو هتكلم في جول، و 8.314 times 10 power negative 3 لو هتكلم في كيلو جول. لو كانت طبعا مين اللي بيحكم الكلام ده؟ الدلتا جي نوت الـ الـ الوحده بتاعتها ايه؟ ودي اسمها ايكوليبريم كونستانت، ثابت الاتزان. ده ثابت الاتزان. علشان كده دايما اقول في المسائل لما نيجي نحل، احنا هنحل يعني مسائل المره الجايه، هناخد اول نص ساعه من المحاضره ان احنا نحل المسائل، مش هنحل مسائل دلوقتي لان طبعا يعني كده هيبقى لودد عليك. انا هحل مسائل بس بعد ما انت تذاكر الكلام اللي انا اديته لك، ساعتها انت هتركز معايا اكتر. ثابت الاتزان، عشان كده دايما لما نشوف المسائل اقول ايه، اول ما تلاقي كي بي معلومه في المساله اقول لك يا باشمهندس احمد يا باشمهندس كذا هنستخدم السكه ايه، تقول لي الخمسه. لازم كده، اصل مش هنقعد يا جماعه، احنا مش هنقعد نفكر، هنختار القوانين زي ما انتم شايفين كتيره، فلو ما تذاكرتش كده انت مش هتعرف تحل المساله، لان القوانين كلها دلتا جي. استخدم ايه في المكان المناسب؟ ده بيعتمد على الجيفن. فعشان استخدم ايه في المكان المناسب لازم تعلمهم طريقه اولى، طريقه ثانيه، طريقه ثالثه، طريقه رابعه، طريقه خمسه، وتشوف الجيفن بتوظف لك اي قانون. احنا انت مش هتخش الامتحان ترتجل او مش هتخش الامتحان تالف قانون، هي القوانين موجوده. فلما اقول لك السبونتينيتي احسبها لي، يبقى انت محكوم بالسكك دي او بالطرق دي. طب دكتور ايوه، هو النيجاتيف اللي في القانون بتاع الدلتا جي نوت جي منين؟ النيجاتيف اهو، على انت ما تودي كل ده، ده انا عايز اجيبها في سلايد لوحدها، يبقى هتودي كل ده الناحيه الثانيه. انا على فكره انا يعني أيوة. شايف انا الساين دي اتسالت فيها كتير قوي، يعني حتى في لما شفنا الاشارات يعني لا يعني مش هينفع كده، ده يعني ده بيزك ماس، يعني انك بتودي حاجه الناحيه الثانيه وعكس الساين، ده يعني مش حاجه يعني نتكلم أيوة فيها. لا ما خدتش بالي بس تمام شكرا.
دكتور بعد الفاز ولو سأل عن الاسبونتينيتي احسبها يبقى قصده دلتا اس ولا دلتا جي؟ حضرتك قلت الاثنين في نفس الكونسبت يعني تحسب له على حسب الجيفن. ما انا قلت لك خلاص انت دلوقتي انا جبت لك ام سي كيو قلت لك قول لي الاسبونتينيتي يبقى الدلتا جي ايكوال بالدلتا جي يبقى لازم احكم بالخمسه دول. لو لو انا وجهت لك الجيفن للدلتا اس توتال خلاص اكتفي بيها يعني دلتا اس توتال كافيه تماما ان اتحدد الاسبونتينيتي مش محتاج الدلتا جي. كان زمان بنجيب الامتحان يا باشمهندس كان مسائل بتتحل يعني مسائل بتتحل وبنحاسب الطلب على خطوات فكان الطالب ليه الحريه او الطالب بيفكر في طريقه معينه او المساله بتوجهه طريقه معينه كان ماشي. انما دلوقتي الامتحان ام سي كيو هطلب منك مهمه معينه او انك تعوض في قانون معين بعينه واخد بالك مش هجيب لك المسائل اللي هي بتاعه المسائل القديمه او المسائل اللي هي بتيجي الطالب بيحل فيها خطوات كتيره او بيجيب من لا يعني لازم تبقى عارف ان انت كل قانون له وظيفه معينه واكتفي بالدلتا اس توتال لو انا طلبت منك كده واكتفي بالدلتا جي لو انا طلبت منك كده لان الاثنين بيحددوا الاسبونتينيتي بس دلتا اس ايه دلتا اس توتال لازم اكون عارف كده. عايش يا دكتور بس هو ليه الدلتا جي بزيرو في الايكوليبريم؟ مش احنا قلنا كده يا ابني مش احنا قلنا الدلتا جي لان اول المحاضره خالص قلنا الدلتا اس توتال لما تبقى ايكوليبريم بين السيستم والسراوندنج بنعوض عنها بزيرو. لا انا ملهاش تفسير يعني لا مش حكايه كده. انت دلوقتي لو جينا قلنا نرجع فوق جينا قلنا اهو القانون ده بتاع الدلتا اس توتال بيساوي مجموع الاثنين النت ريزلت هنا طلعت بزيرو. ده بيحصل في حاله الايكوليبريم يعني ده بيطلع بنيجاتيف 5 وده بيطلع ببوزيتيف 5 مثلا يبقى المحصله في الاخر ايه هتطلع بزيرو. الكلام ده بيحصل في الايكوليبريم. فالصيغه دي لما جينا او الفاليو دي لما جينا عوضنا بيها في قانون الدلتا جي عوضنا بالدلتا اس توتال بزيرو فجت لي الدلتا جي بزيرو يبقى برضو ايكوليبريم صح ولا غلط؟ اه صح تمام. ما هتيجي منين تاني يعني هو الدلتا اس توتال طالعه بزيرو ليه؟ علشان النت ريزلت هنا طالعه بزيرو بس هو ده تفسيرها الوحيد. بس كارقام طبعا لما تيجي المساله هنشوف في حاله الايكوليبريم هتلاقي ان الرقم ده نفس الفاليو بتاعت الرقم ده بس الاختلاف في الساين بس فالنت ريزلت بتطلع بزيرو. شكرا يا دكتور. العفو. اخر حاجه السيرد لو اوف ثيرموداينامكس. دكتور معلش عايز اسال سؤال. هو إيه؟ احنا كنا قلنا في اول الليكتشر خالص ان لو في عوامل اثرت على التفاعل يبقى نون سبونتينيوس. ايه بقى الحاجات دي اللي ممكن تاثر من بره تخلينا نون سبونتينيوس؟ ما هو احنا قلنا التفاعل اي تفاعل محطوط في ظروف ان انا بيتم تلقائي يعني خلاص يعني عند الكونديشن دي بيتم تلقائي. احنا قلنا تلقائي ولا غير تلقائي يعني هيتم او مش هيتم. خلاص خلاص فهمناها بالمعنى ده لان انا بعمل يعني كيميكال رياكشن. في طبعا الثيرمودينامكس دي هتدرسوها في سمستر كامل يعني نخش ميكاترونكس والكلام ده هيدرس الثيرمودينامكس بالتفصيل في سمستر كامل في الشابتر. بس احنا هنا بنوظف الفانكشن دي ان احنا نوظفها في الرياكشنز التفاعلات الكيميائيه. طبعا ليها وظيفه تانية في مكان تاني او في كورس تاني بتوظف عشان تحسب بيها حاجات تانية. احنا هنا لما نتكلم في كيميكال رياكشن قصدي بيها ايه السبونتينيوس او نون سبونتينيوس؟ قصدي بيها الرياكشن هيتم ولا مش هيتم. خلاص بس يعني معروف كبدايه تمهيديه للشابتر لما جيت شرحت بدايه السكند لو كنت لازم تعرفوا ان السبونتينيوس رياكشن يعني حاجه بتتم تلقائي من غير تاثير خارجي او النون سبونتينيوس حاجه بتتم لازم تاثير مؤثر خارجي زي البريشر والتمرير. يعني انا دلوقتي لما احط شويه ملح في الميه واقلب انا التقليب ده يعتبر مؤثر خارجي؟ لا لا طبعا التقليب ده هو الملح بيدوب في الميه اوريدي بس انت بتقلبي علشان توزعي الكميه في الميه كلها. بس لو حطيتي شويه كميه صغيره في الميه دي كمان شويه هتلاقيه مختفى يعني هو بيدوب لوحده. مش هيجي يقول لي مثلا ان عند كونديشن معينه ده كده سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس. انت بقى هتعملي ايه؟ انت المفروض ما تعرفيش. هتجيبي الكونديشن دي تحسبيها في الدلتا جي. لو طلعت الدلتا جي بالنيجاتيف يبقى الرياكشن هيتم عند الكونديشن دي يبقى سبونتينيوس عند الكونديشن دي. تمام. اه لما جينا دخلنا قلت انا الكونديشن بتاعتي غير واحد في جنوب افريقيا درجه الحراره عنده عاليه. صح ولا غلط؟ فممكن حاجه تتم هنا مش حاجه تتم هنا. فحكمنا الموضوع ده قلنا ايه؟ قلنا الفانكشن هي اللي هتحدد.
الرياكشن ده هيتم ولا مش هيتم. ممكن انت بالنسبه لك انك لما ترفع انت بالنسبه لك الماده درجه الحراره بتاعتها موجوده في 100، هي بالنسبه لها درجه الحراره دي مش عاليه. او تمام بالنسبه للماده دي انت بالنسبه لك عاليه، ما تقسيش على السكيل بتاعنا احنا. السكيل بتاع الاتوم والموليكولز مختلف تماما عننا. فساعات انا مش انا كاني مش عارف، فبعمل ايه؟ بحسب والله عند الكونديشن دي هيتم. يبقى انا ال25 والكلام ده بالنسبه لنا، بالنسبه لنا لما بزود عنه انا بالنسبه لي ايه، انا يبقى بقول يبقى خلاص، يبقى انا بالنسبه لنا انا نظبط تاني ان انا زودت، ان انا مش هقيس على الرياكشن. الرياكشن لما يتحط في 100 خلاص ده بالنسبه له الاسبونتينيتي هتتم او هيتم تلقائي. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ تمام. لسه كنت بقول لبشمهندسه كمان مش عارف انت ولا زميلتك كانت بتسال على 500، طب لو زودت 800 انت انت بالنسبه لك دي ارقام يعني فيري هيوج، يعني حاجه كبيره جدا ده بالنسبه لي. انما لما تشوفي بالنسبه للموليكول لا بالنسبه له ده الاسبونتينيتي بتاعته بتتم عندها، يعني كده بالنسبه لي كاني ما زودتش، هو بالنسبه له لو اتحط في ده هيتم تلقائي. يعني الفكرة بس ان الاسئله بتاعت النظري ساعات بتيجي لفه، فعشان كده كنت بسال مثلا ممكن يسالني بحاجات دي فمفروض ابقى عارفه كونديشنز معينه. لا عشان كده لا طبعا، وايه اللي هتحفظي الكونديشنز كلها اللي بتتم؟ لا طبعا مفيش حاجه بتتحفظ غير ان انا بوظف الكونديشنز دي في المعادله وابتدي اقول له بقى الرياكشن هيتم عندها ولا مش هيتم. تمام شكرا يا دكتور. يبقى بكرر تاني يا جماعه ان السبونتينيوس يعني الرياكشن هيتم عند الكونديشن دي، ان انا سبونتينيوس الرياكشن مش هيتم. طيب الثيرد لو في ثيرموداينامكس انا محتاج اعرف فيه الاستيت بس، ما فيهوش حاجه عندنا غير الاستيت، ما فيش حاجه علينا فيه غير الاستيت. الثيرد لو كده يعني الاستيت بس، يعني بسيط. نكتب كده at absolute zero at زيرو. عارفين يعني ايه ابسولوت زيرو؟ مين جدع يقول لي؟ الصفر المطلق اللي هو ايوه زيرو كيلفن. عارفين يعني ايه 273 كيلفن سيلسيوس؟ سيلسيوس تمام. بيقول لك ايه اللي بيحصل بقى عند درجه الحراره دي؟ زي انتروبي اوف ا بيرفكت، مش عشان بس ما تفهمش الجمله غلط، زي انتروبي of a perfect crystalline substance may be taken as zero. يعني الانتروبي بتاعت اي مادة crystalline very perfect يعني pure، كلمة perfect crystalline substance ده معناه كلمة يعني مادة pure، perfect crystalline أو pure substance may be taken as zero. يبقى دي كده نكتب بين قوسين perfect crystalline يعني مادة pure يعني crystallinity بتاعتها عالية. الانتروبي ساعتها بيقول لك may be taken as zero، بمعنى إيه؟ أنتوا عارفين يا جماعة القانون ده تخيلي، يعني negative 273 دي أنا ما أقدرش أوصل لها، يعني عمليا أصلا أنا ما أقدرش أوصل لها، يعني ما اقدرش اوصل لدرجه الحراره دي عمليا في المعمل، يعني لا اقدر اوصل لها في الطبيعه ولا اقدر اوصل لها عمليا. فبيقول لك ايه بقى؟ لو وصلت لدرجه الحراره دي يعني مفيش حياه على سطح الارض. ده هدف الثيرد لو، قانون تخيلي، مفيش اي حياه، يعني الانتروبي مفيش حاجه بتتحرك، لا في اي موليكولز ولا في غازات، كل حاجه بقى هتتجمد. تخيل بقى ان احنا وصلنا لدرجه الحراره دي، يعني انت شوف الناس كده بيعيشوا ازاي بره في درجه الحراره نيجاتيف 5 ونيجاتيف 10 ونيجاتيف 15 بيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ بيبقى تلج في كل حاجه، ما بالك بقى نيجاتيف 273، ده يعني رقم ما حد البني ادمين ما يعرفوش يعيشوا فيه. فما فيش حركه، فما فيش غازات، ما فيش، يبقى ما فيش اي حاجه من انواع الانتروبي بتحصل في الكون. طب ده يخلينا لما اجي اقول المعنى الرياضي بتاع القانون، هقول ايه؟ ان الاس اليمنت، الاس لاي اليمنت not equal zero، ما هو معناها كده، ده في الشروط بتاعتنا العاديه كسيستم احنا عايشين فيه، يعني الاس لاي element not equal zero ما بيساويش zero. طب انا ده افهم منه ايه؟ ان انا لما كنت بقول لك قبل كده في شابتر 4 وشابتر 5 دلوقتي الدلتا اتش فورميشن لاي element كانت equal ايه، والدلتا جي فورميشن لاي element كانت equal ايه،
انما يا جماعه الاس للاليمنت نوت ايكوال زيرو. عشان كده لما اجي اجيب لك مساله اقول لك احسب لي الاس بتاعه الاليمنت ده، الناس كلها تقول زيرو، لا عشان هو اليمنت، لا في الاس هنا انت بتقيس حركه، فكل الاليمنتس بتتحرك سواء سوليد او ليكويد او فيبر، فالحركه دي ليها مقدار، فالاس دي او الانتروبي دي ليها مقدار، ليها اسمها عشوائيه زي ما قلنا في الاول، سواء للجاز اليمنت ده سواء جاز او ليكويد او سوليد، اي حاجه من الثلاثه دول في الستيت في مطر يعني، كل ده بيبقى ليه فاليو. يبقى نوت ايكوال زيرو يعني ايه؟ يعني ايكوال فاليو. مهم جدا، مهم جدا القانون ده، لان انا هخليك تحسب الاس فهتطلع برقم، هتطلع برقم. انما الدلتا اتش فورميشن للاليمنت والدلتا جي فورميشن دول كانوا بيدرسوا انرجي، هل هي اتكونت من حاجه؟ فورميشن اتكونت من حاجه؟ فلا، هو خلاص ده موجود في، فبقول زيرو. انما الاس بتدرس حاجه تانية خالص وموجوده في الاليمنتس، فاكيد اكيد مستحيل هقول زيرو. بس ده كده كان الثيرد لو ده اللي علينا في الثيرد لو في الثيرمودينامكس. كده الثيرمودينامكس خلصت. طبعا دخلت المسائل بتبقى دخله تانية خالص، دخله تانية خالص. يعني دخلت المسائل هنلخص كده ان شاء الله المره الجايه لما في المحاضره هنلخص القوانين دي بصوره تانية، زي الصوره بتاعه الفيرست رول لما جينا قسمنا، قلت لك اقسم الصفحه نصين دلتا اتش ودلتا اس، دلتا اتش ودلتا سوري، وجينا قسمنا القوانين وجمعناها من شابتر 2. المره الجايه هنعمل نفس الكلام ده. انا عايزك بقى انت تعمل ايه كحاجه يعني بجد، لو هنصحك يعني ان انت تعمل الكلام ده دلوقتي، تقسم الصفحه يعني بعد ما سيبك تروح انت قسم الصفحه على الجزء كده الشمال دلتا جي، على الجزء اليمين دلتا اس، وتبتدي تلخص القوانين. حلو، بتاعه ايه؟ الدلتا جي لوحدها، دي خمس سكك تكتبهم تحت بعض، الدلتا اس تشوف قوانين الدلتا اس اللي خدناها من اول ما ابتدينا، وتقارن باللي انا هعمله بقى المره الجايه، وتشوف انت يعني ايه اللي ناقص عندك، تشوف طب ده بنقص ليه، طب انا مركزتش. لو عملت كده انا اضمن لك انك تحل اي مساله ثيرمودينامكس في السكند لو والثيرد لو لحد ما نتقابل يعني المره الجايه. خلاص، حد عنده اي اسئله؟ لو سمحت يا دكتور. دكتور، هو لو جه في السؤال at standard state دي temperature تبقى بزيرو ولا بخمسة وعشرين سيلسيوس؟ لا، اولا في فرق بين STB، لو 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 كلمه هقول لك STB، انا مش هقول standard state، دي مش هتتجاب كده، الظروف ال STB بتبقى زيرو خلاص، انما الثانيه ديت انا يعني هقول لك ان هي موجوده عند 25 سيلسيوس عند 1 اتموسفير، تعرف ان هي في الكونديشن بتاعتنا العاديه، غير الاس تي بي. الاس تي بي دي كونديشن، ما اس تي بي اسمها كده اس تي بي، ما بتتكتبش حتى ستاندرد ميجر، بتتكتب اس تي بي على بعضها، فساعتها اقدر اقول ان هي دي زيرو والدباجه بتاعه الاس تي بي خلاص. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه، وزي ما وعدتكم ان شاء الله المره الجايه هنخلص الاسبوع الجاي هنخلص المنهج. ايوه، هو درجة الكويز الأولاني احنا هنعرفها امتى؟ انا قلت في المعمل، قلت المرة اللي فاتت هنعرفها في المعمل. طيب، كل واحد هو في المعمل هيتنادى على اسم واحد واحد، يكون محضر الكتاب، يكون محضر الكتاب بتاعه علشان هيترصد الدرجات بتاعة الكتاب في الشيت اللي عندنا، عاملين اكسل شيت وعاملين الاسامي بنكتب قدام كل واحد الدرجة بتاعته، فلازم تكون معاك الكتاب، ملهاش معنى انك تيجي من غير كتاب. بلطو معايا، انا بيبي معايا، الكتاب بتاعي معايا، كل حاجه جاهزه. ونصيحه، الورقه اللي هنديها لك الورقه اللي هنديها لك في الامتحان وانت داخل من المعمل، هنديك ورقه تكتب فيها جدولين، جدول اسيديك وجدول بيزك راديكال، زي اللي موجود في صفحه 99 عندك بالظبط. وانت ما تبهدلش الورقه، يعني بتبقوا ناسين الورقه قدامكم على البنج وتتبل ميه وتتوقع عليها ريقشه وتيجي تسلمها، ما يعني تتبهدل او تتقطع واحنا مش واخدين بالنا في وسط الورق، ونيجي نصححها ما نلاقيش كلام احنا نصححه، ونلاقي نفسنا نص ورقه في حته ونص ورقه في حته، فتشيل الورقه ولحد ما تخلص خالص وتكتب في الاخر. يعني انا شايف كده، بعد ما تخلص خالص كده والله ده مثلا الاسيتك طلع سي ال، تروح كاتبه كده بالامر الرصاص سي ال على جنب، تروح مخلص البيزك ده طلع مثلا كي، تروح كاتب كي. بعد ما تخلص خالص وتخلص مفيش قدامك ميه ولا حاجه، تروح جايب الورقه وكاتب بقى على رواق، تكون قلع الجوانتي بقى وابتدي تكتب على رواق.
بس ده اللي ده اللي ده اللي انا يعني الدرجه بتاعتهم بقت من 8 ولا من 10؟ من 10 اللي عملنا يعني تقسيمه يعني جديده لل 60 درجه. لا اللي اعادوا الكويز لما لا الناس اللي اعادت الكويز يعني احنا كان في كويز اتعمل وبعد كده الناس كانت حصل ان هم الاجابات بتاعتهم ما اتسلمتش وكده وبعدين عدناه تاني بفورم جديد. الناس دي بقى اللي بتوع الفورم الجديده بقيت ولا بتن؟ لا من 8 علشان التايم اللي هم اخدوه اكتر بكتير يعني لما عمل سبميشن ما التزمش بالتايم في المره الاولى فيعني لما يجي يعملوا مره ثانيه احنا تايم يا دكتور اصلا. لا مفيش الكلام ده المفروض انتوا عارفين الامتحان هيبدا بوقت معين ده اصلا ده يا جماعه ده نظام ده سيستم على جوجل فما فيهوش اي حاجه انا بظبط بحيث يقفل في الوقت الفلاني لو انت التزمت الوقت كنت هتعملي سبميت في الوقت المعين. انا فاهم انا هقول لحضرتك فانتوا زودتوا حتى لو بثانيه حتى لو بثانيه كان مكتوب على ال ام اس ان الفورم هتفتح 5 دقائق بعد ال ام اس فاحنا ما حاولناش في الفورم الا بعد الخمس دقائق هي فتحت بعد 5 دقائق هي فتحت مع ال ام اس. مين قال لا ما فتحتش بعد 5 دقائق والله احنا قلنا وهي مثلا ودي احنا قلنا الامتحان هيبقى 7 ساعه فاحنا قفلت عليه قلنا الامتحان هيبقى 7 ونص الساعه 7 حضرتك قلت من 7 ل 5 7 ونص و5 اه 7 ونص ويقفل 7:55 بالظبط ده اللي حصل في جوجل. لا الفورم فتحت 7 ونص مع ال ام اس على ما كناش نعرف هي فتحت 32 دقيقة يعني بالزبط. فتح ال ام اس وقت ما كناش نعرف اصلا فعلشان كده الوقت هو اللي عمل ديفكت معانا احنا ما قفلناش متاخر بالزبط. احنا قفلنا في الميعاد اللي هو كان المفروض هي تفتح ونص وخمسة فاحنا نقفل 8 بس ايه اصلا فتحت ونص من غير ما احنا نعرف. الموضوع يا جماعه يعني بسيط يعني الموضوع مش وزي ما قلت لكم الجروب يعني السمستر ده درجات يعني كويسه ما شاء الله واحنا لما نلاقي ناس كويسه لوحدينا بنساعدهم يعني غير طبعا يعني السمستر الاولاني كانت يعني ايه الدنيا كانت الناس داخله جديد ومش عارف ايه والكلام ده وكانوا خايفين فانا اقول لكم الخوف ده فابتديتوا انتوا لا يعني احنا شايفين السمستر ده الجروبس كويسه يعني الناس بصراحه درجاتها كويسه في الميد ترم واحنا بنساعد الطلبه لما نلاقيها كده فدي مواضيع بسيطه ان شاء الله بس يعني انتوا عارفين ده يعني قرار يعني على الجروبس كلها فهعمل ميتنج مع الدكاتره ونوصل لحل ان شاء الله في الموضوع ده يعني في موضوع الثمان درجات تمام شكرا لحضرتك يعني نوصل لحل ان شاء الله مرضي لكل الناس. طب دكتور انت قلت قسمت الدرجات الجديده بتاعت 60 درجه معلش احنا بس انا هنبعتها للكوردينيتور وبدعها لكم بس عشان عندي ميتنج دلوقتي معلش. طب دكتور معلش ممكن تجيب صفحه القانون رقم 4 عشان عايزه بس اعمل له سكرين شوت. دكتور لو سمحت ممكن سؤال احنا كده خلصنا دكتور نطلع ولا خلاص دكتور هو اللاب شيت يتجاب امتحان العملي ولا ايه اللاب شيت يتجاب امتحان العملي ولا ده يعني انا كده كده ال هتجيبه انت كده كده انت هتمتحن منه فانا مش عايزه منك يعني مش يعني انت كده كده ده ليك انت مذاكرتك هتجيبه تعمل بيه انا كده كده جبته ما جبتوش انا هحاسبك على الكتاب تمام ماشي دي ده القانون الرابع اللي كانت بتسال ودي الصفحه ايه صفحتين قصاد بعض دكتور لو سمحت درجه الكويز انا امتحنت الاعاده والكويز الاولاني فاني واحده اللي بتتحسب الاعاده والكويز الاولاني لو انت امتحنت الاعاده والكويز الاولاني اللي هو الاولاني اللي هيتحسب لك مش الاعلى يعني لو انت امتحنت الاثنين وليك درجتين الاولانيه هي اللي هتتحسب اعلى بقى قليل انت وحظك بس الاولى هي اللي هتتحسب الثانيه مش هتتحسب تمام شكرا دكتور العفو. طب دكتور شكرا معلش انا هضطر اوقف بس الاسئله دلوقتي عشان ورايا بجد يعني ميتنج سؤال ده في الاتندنس ما كانش عندي كان عندي معمل بس امبارح معمل امبارح ما كانش فيه امبارح معمل لا وانا برضه دكتور كان عندنا اخر تجربه في الفيزياء لان كان امبارح اخر معاد لمعامل الفيزياء خالص انت بتتكلم على المحاضره طيب خلاص ماشي ابعت لي بس على التيمز وانا هشوف الموضوع ده دكتور ممكن بس سؤال هو في
equations وكده، ولا ممكن يبقى ورق printed عادي يعني اي ورق فيه المعلومات قصدي؟ بس بخط ايديك. لازم بخط ايديك يعني؟ لازم لازم لازم، عشان تبقى انت على مسؤوليتك. بنلاقي ناس كاتبه حاجات مصوره، ويعني ايه كاتب مصور من زميله وغلطان في الاسامي والرواسب والحاجات دي، فمش عارفين بيعمل حاجات غلط، فلازم تكون على مسؤوليتك ان انت الكلام ده جايباه على مسؤوليتك. قصدي لو انا متاكده ان الورق ده هو هو اللي في الفيديو لازم برضه يبقى بايدي ولا ما ينفعش؟ ايه؟ احنا حساباتنا غير حساباتك، انت متاكده بحاجه واحنا في نظام ماشيين عليه، مش هنعمل ده نظام وده نظام، ده سيستم للكل. تمام خلاص، شكرا لكم، السلام عليكم.